مساء الخير احضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديد ويوم جديد برنامجكم زملكاوي. وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك. خليني اقول لحضراتكم في البدايه ان شاء الله هيكون معايا مين النهارده في جزئين. الجزء الاول هيكون معايا المحلل الكروي الاستاذ احمد عباس والمحلل الكروي الاستاذ عطيه عبد الخالق، هنتكلم معاهم عن تفاصيل وعن بعض الارقام اللي ممكن تهمنا في قراءتنا لمباراه بكره ان شاء الله، مباراه منتخب مصر مع منتخب قطر على المركز الثالث والرابع طبعا في كاس العرب. كمان في الجزء الثاني هيكون معايا احد ناشئين نادي الزمالك واحد ابناء نادي الزمالك اللي اتربوا في قطاع الناشئين، معايا لاعب الزمالك السابق كابتن وليد انديل، هنتكلم معاه برضو لانه ليه تجارب كده ورحله احترافيه بره مصر وعنده خبرات كويسه جدا جدا، احترف في بولندا هو كمان، يمكن يوضح لنا اكتر واكتر لما نقعد معاه نتكلم معاه عن تجربته او رؤيته بشكل عام، وعنده تجربه خاصه او خبرات خاصه ممكن يكون عايز ينقلها لقطاع الناشئين بشكل عام في مصر. مفيش شك طبعا ان دلوقتي احنا يعني مفيش كلام اكتر من ان انت ممكن تتكلم عن مباراه بكره، مباراه الثالث والرابع ممكن يكون مش طموح الجمهور كره القدم المصريه ولا طموحنا احنا طبعا دايما او طموح منتخب مصر بشكل عام انك تلعب على اي بطوله تلعب على مركز ثاني غير الاول والثاني، لكن في الاخر البطوله الحقيقه كان فيها مكاسب كتير، فانت لازم تبص على نص الكوبايه المليان او تبص على الايجابيات بشكل عام. البطوله ما فيش شك انها كان فيها ايجابيات كتير جدا جدا، عرفتنا على لاعبين واحتكوا بشكل مختلف وبقى اليوم تجارب دوليه وبتلعب قدام جماهير وبتلعب في بطوله مجمعه، في حاجات كتيره جدا ممكن تكون مكاسب لو قدرنا ان احنا نبص من الزاويه دي. بعض الزوايا التانية ممكن تكون مش عجبانة زي ان انت تختلف تتفق مع مستر كارلوس كيروش في ادارته الفنية في اختياره للتشكيل، كلنا الحقيقة عندنا تحفظات حسينا كلنا بحالة من حالات اللخبطة شوية في تمركزات اللعيبة وتحركاتهم وطرق اللعب، ساعات يعني يغلب علينا ان احنا كتير ما بنبقاش فاهمينها ولا حسينا كمان ان اللعيبة بتاعتنا مش هضمنها، فدي يمكن من ضمن الحاجات اللي بتخلينا دايما عندنا قلق وبنحذر قبل اللقاءات الكبيره. لكن مفيش شك ان البطوله دي تقدر تخليك تحط ايدك على نقاط مهمه، يعني انك لعيب ينفع معاك دولي ولا ما ينفعش لعيب دولي، لعيب ينفع تحطه في مباريات حاسمه ومباريات فصيله ولا لا، نوعيه اللعيبه وطبيعتها في المراكز، هل من مصلحتي ان انا اغير مركز بعض اللاعبين ولا لا، ممكن كمان تكشف لنا ان كان في لاعبين لو كانوا موجودين كان ممكن يبقوا اضافه بشكل او باخر. انا مثلا وجهه نظري طارق حامد من الناس اللي لازم تكون موجوده في المنتخب كمان في غياب الدوليين او المحترفين، مفيش شك ان طارق حامد قيمه كبيره ومهم واهميته موجوده، نفس الكلام على فكره بالنسبه لاوباما. انا بتكلم بس على اتنين لعيبه يمكن عندنا في نادي الزمالك علشان انا متابعهم بشكل جيد جدا جدا، فاوباما من اللاعبين برضو اللي يستحقوا الحقيقه بشكل او باخر يكونوا موجودين، مش بقلل من حد لكن الشكل العام خلانا نحس ان 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 في حاجات ممكن بالنسبه لنا مش منطقيه مش اللي احنا راضيين عنها 100%. لكن مفيش شك ان البطوله فيها مكاسب ولو عديناهم هنلاقيهم كتير جدا جدا، واكيد اي حاجه بيبقى ليها مثلا سايد افكت او اثار جانبيه، ان انت ما خدتش او ما وصلتش للمركز للمباراه النهائيه وده طبيعي مش طموحنا كجماهير الكره المصريه، حاسين كمان ان احنا ممكن نطلع بالمجموعه دي كمان اداء افضل من كده، عندنا تحفظات مثلا زي عن احمد رفعت ان كان ممكن ينزل، عندك تحفظات عن تمركز مثلا محمد شريف المفروض يبقى في مكان معين، عن زيزو ممكن يبقى في مكان معين، عن اكتر من لاعب ممكن يبقى في مكان مختلف عن اللي بيلعب بيه، كلها حاجات الحقيقه وجهه نظر فنيه قابله ان انت ممكن تتكلم فيها وده يعني طبيعي في كره القدم خاصه لما يكون الاداء مش مقنع، يعني كان ممكن تتغاضى عن بعض الامور او تبقى بالنسبه لك مقنعه حتى لو في سوء توفيق والنتيجه مش في صالحك، بس امتى تقتنع؟ لما تحس ان الاداء مقنع، بتوصل للمرمى كتير، في شكل موجود، في هويه، في شخصيه للفريق، لكن في الماتشات القويه اللي فاتت ما حسيتش ان في هويه بالشكل اللي يمثلنا احنا كمنتخب مصر، في الماتشات اللي كانت نقدر نسميها التصنيف مش اول زي مثلا ماتش السودان ماتش لبنان ممكن ما يبانش الفروقات الكبيره بتاعت ان انت يعني او المشاكل ما تبانلكش في المباريات اللي فيها التصنيف مش اول، لكن مباراه زي الجزائر مباراه زي تونس طبعا ومباراه الاردن على فترات ممكن تبدا تحس انت هنا لا انت هنا قدام لعيبه محترفين قدام لعيبه بتعرف تتمركز بشكل جيد قدام لعيبه عندها مستويات في اللياقه البدنيه قريبه منك جدا وكمان ممكن تكون تفوقك في بعض الاوقات، فانت هنا في معركه يعني او في منافسه فعلا متكافئه جدا، فهنا تقدر تقيم امورك بشكل افضل، ما تخدعش انا في نتائج ممكن تكون مش مع المصنفين الاوائل، فمهم ان انا بعرف ان اوقف
فين؟ في منتخب مصر. علشان كده ممكن تحس ان المجموعه اللي موجوده في منتخب مصر يطلع منها افضل من كده، يطلع منها لو عملت تعديله، لو عملت تغيير. مش هتكلم بس ان انا حتى الاسامي اللي بره المنتخب، لا، من نفس المجموعه دي ممكن اعمل تريكه كده جوه الملعب تديني انتاج افضل. ما شيء توقيت التغيير لعيب مثلا، لا، ممكن يبقى في وقت تاني. توقيت نزول لعيب ممكن يبقى في وقت بدري شويه. طريقه البدايه للمباراه بشكل مختلف. مثبت تشكيله على 4 3 3، ممكن برضو دي تكون ما تناسبش كل اللاعبين اللي موجودين. فالحته الفنيه دي لسه احنا عندنا تحفظات فيها. عشان كده احنا كجماهير الكره المصريه بالنسبه لنا او محللين او بنتفرج على الماتشات، حتى لو انت مش موفق ممكن نقول معلش دي كره قدم فيها توفيق فيها عدم توفيق، كل شيء وارد. لكن تبقى مش مقنع، دي بقى اللي هنا لازم تبقى تحط عليها 100 خط. لان انت لو منسجم وان انت بتقدم الكوره او الشخصيه بتاعتك والهويه بتاعتك، مع الوقت هيجي التوفيق. مساله التوفيق دي بقى بتبقى حاجه ليها علاقه يعني بتوفيق ربنا، دي موضوع بقى يعني انت وتوفيقك يعني زي ما بيقولوا، او انت ويعني والرزق اللي مكتوب مين اللي هياخد نصيبه وياخد بطوله. لكن فكره ان انا اشتغل وادي في مكاني بتمركزاتي واحس ان انا في انسجام واحس ان في هويه واحس ان في استراتيجي او في تاكتكس بلعب بيها واضحالي وبينالي، هنا يبقى الكلام مختلف. عشان كده انا بتكلم عن مباراه بكره. مباراه بكره مباراه على فكره مش سهله. منتخب قطر باين لنا في الماتشات اللي فاتت ان هو قريب جدا من الفرق في التصنيف الاولاني. الكره في مع المنتخب القطري طبعا تقدمت بشكل كبير، واضح ان هم مستعدين بقالهم اكتر من 6 7 سنين لعلمهم بتنظيم كاس العالم، فهم مستعدين لاستعدادات مختلفه، مش زي عاداتنا دايما مع المنتخبات اللي كنا بنشوفها مثلا في اسيا او المنتخبات العربيه بشكل عام. المنتخب القطري مستعد الحقيقه بشكل مختلف. الفريق منظم، فريق اللعيبه واقفه على رجليها بشكل مميز في النواحي البدنيه، اللعيبه عنده تاكتكس بيلعب بيها في اكتر من محك، كان قوي جدا، عنده تلت هجوم بيهدف، عنده حاجات وايجابيات كويسه، بيلعب على ملعبه ودي نقطه من اهم النقاط اللي برده موجوده. وطبعا شفنا الحقيقه البطوله والحضور الجماهيري والنجاح الجماهيري اللي موجود في البطوله. فمباراه بكره عمرها ما هتكون سهله، لكن لازم ندخلها بمعنويات مرتفعه، لازم ندخلها واحنا عندنا شخصيه المكسب، شخصيه البطل. ان انت عادي وارد ان انت ما تكونش موفق مباراه، وكلنا عارفين السيناريو اللي حصل مباراه تونس، لكن بالنسبه لنا مباراه بكره ممكن تكون رد اعتبار لحاجات كتيره جدا جدا. مش عايز اودي الحاجات اكبر من حجمها، في الاخر انت بتلعب على مركز شرفي ثالث او رابع، لكن في الاخر انت مهم ان انت تدي رساله للجمهور الكره المصريه ان منتخبكم بخير، ان اللعيبه عرفت تتخطى سريعا الهزيمه اللي فاتت او عدم التوفيق اللي كان موجود قدام منتخب تونس. لكن منتخب قطر الحقيقه منتخب ما نقدرش نتكلم عليه غير ان هو منتخب قوي جدا جدا ومستعد زي ما قلت لحضراتكم بشكل مختلف. كاس العالم بيلعب قبل كده، لعب في كوبا امريكا تصفيات، يعني مستعد بشكل وعنده خبرات واحتكاكات كتيره جدا. وانا شايفها الحقيقه من التجارب المهمه جدا لما تلعب مع اكتر من مدرسه في بطوله زي دي. طبعا بطوله كاس العرب وكل حاجه، لكن بتلعب مع مدرسه افريقيه فيها المدرسه الاسيويه العربيه، فكل الحاجات دي كلها بتبقى مفيده لتجارب اللعيبه اللي موجودين، لتكوين شخصيه اللعيبه الموجودين. لما انت خلاص كمستر كارلوس كروش كان بيتكلم على فكره ان من اهم الايجابيات ان في لعيبه حطها على المحك الدولي، تقدر يعني نقدر نتعلم من البطوله دي. فمن ضمن الاهداف ومن ضمن ده اتحقق بشكل او باخر. بس عايزين بقى كمان ان احنا ايه البطوله دي بعد ما اللعيبه شافوا الخبره اللي خدوها في ال4 5 ماتشات اللي اتلعبت، فمهم ان هم يعني يكونوا داخلين المباراه دي بفلسفه مختلفه. فلسفه ان انا لازم اكون اقسم المباراه بشكل مختلف، فلسفه ان انا اتعلم من اخطائي السابقه. بقى لنا الحقيقه ماتشين بيدخل فيك انت هدف الاول، دي برضو نقطه من النقاط المهمه ان احنا محتاجين نشتغل عليها. اكيد مستر كارلوس كروش في دماغه كل الامور دي. اللعيبه الخبره اللي موجودين في المنتخب واللعيبه الكبار او اللي عندهم خبره سابقه في المباريات الدوليه اكيد برضو ليهم دور في مباراه بكره. لكن ماتش بكره مباراه هتكون مهمه، مباراه منتظرينها، مباراه ليها اكتر ممكن من رساله بالنسبه لنا احنا. اكيد كل فريق عنده دوافعه، المنتخب القطري عنده دوافعه قدام جماهيره، واحنا نفس الكلام المنتخب المصري عنده دوافع قدام جماهيره. لكن في الاخر ممكن التاريخ يصب لصالح الكره المصريه، لكن كره القدم علمتنا ان ما فيهاش اعتراف بالتاريخ قوي. مهم ان انت تكون شغال على ارض الواقع، مهم انك تستفاد من تجاربك اللي فاتت. عموما بنتمنى كل التوفيق ونتكلم بالتفصيل اكتر واكتر مع ضيوفنا ان شاء الله، والرؤيه اللي ممكن كارلوس كروش يفكر فيها، وال ايه اسرع درس ممكن نستفيد منه مثلا في خلال اليومين اللي فاتوا بس دول. انت عندك على فكره جاي من مباراه برده قويه الاربع اللي فاتوا، هتلعب بكره يعتبر بدري شويه، فكل الامور دي ممكن تحط اجهاد شويه على اللاعبين، فده ممكن يتاخد في الحسبان.
كل الحاجات دي هنشوفها مع ضيوفنا النهارده واحنا بنتكلم ان شاء الله. بس خلينا علشان نبدا حلقتنا خلينا نطلع لتقرير الاول. طبعا النهارده عيد ميلاد الكابتن حسين عبد اللطيف، طبعا نجم مصر ونجم الزمالك السابق، بنقول له كل سنه طيب يا ابو الكباتن. كابتن حسين عبد اللطيف احد النجوم الحقيقه المشهود لهم دايما بالاحترام والاخلاق العاليه جدا، بالاضافه طبعا انه لعيب كبير جدا جدا. فهنطلع نشوف تقرير عن يمكن نقول لكابتن حسين عبد اللطيف فيه كل سنه وانت طيب، وبعد كده نطلع لفاصل، بعد كده نرجع لحضراتكم نكمل اخبار ونبدا حلقتنا. يعتبر واحدا من أبرز نجوم التسعينات الذين تميزوا بالوفاء والإخلاص للكيان الأبيض والروح القتالية داخل المستطيل الأخضر في الدفاع عن ألوان قميص 100 عقبة، النجم الخلوق حسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف ولد في مثل هذا اليوم 17 من ديسمبر من عام 1965 بنجح حمادي بمحافظة قنا، واستطاع إبهار من تناوبوا على تدريب الزمالك خلال مشواره مع الفارس الأبيض لغيرته الشديدة على قميص النادي الملكي وأدواره التكتيكية البارزة والإجادة في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر بخلاف مركزه الأساسي كظهير أيمن. وبدأ عبد اللطيف مسيرته الكروية في نادي الألمنيوم ومنه إلى المنيا قبل أن يحقق حلمه بالانضمام لصفوف الزمالك في موسم 1990-1991. وساهم عبد اللطيف في تتويج الزمالك بلقب الدوري موسمي 1991-1992 و1992-1993، كذلك معانقة لقب دوري أبطال إفريقيا في عام 1993، فضلا عن تذوق فرحة التتويج بالسوبر القاري على حساب الأهلي بموقعة جوهانسبرغ. وعلى الرغم من حصوله على عرض مغري ماليا من النادي الأهلي للانضمام لصفوفه عقب رحيله عن الزمالك، إلى أن عبد اللطيف رفض الأمر تماما وأغلق جميع أبواب التفاوض في وجه مسؤول النادي الأحمر احتراما لجماهير القلعة البيضاء، وأنهى حسين عبد اللطيف مشواره مع المستديرة في نادي الألمنيوم في موسم 1999-2000، وقرر بعدها الاتجاه لمجال التدريب وتولى القيادة الفنية لعدة أندية داخل وخارج مصر، حقق خلالها نتائج مميزة حيث نجح في قيادة نادي الألمنيوم للممتاز، كذلك خوض تجربة ناجحة مع الجزيرة الأردني والجبلين السعودي وغيرها من الأندية، فضلا عن خوض تجربة جديدة من نوعها بتدريب منتخب مصر للكرة النسائية في العام قبل الماضي. حسين عبد اللطيف الجوكر الوفي للقلعة البيضاء والمدرب القدير الذي ينال حبا واحتراما كبيرا من جماهير الكرة المصرية بشكل عام وأنصار الزمالك بشكل خاص. كل عام وأنت بخير. نرجع مع حضراتكم تاني. خلينا نبدا فقره الاخبار بتصريحات مستر كارلوس كيروش اللي النهارده كان فيه مؤتمر صحفي مع طبعا كيروش مدرب منتخبنا الوطني لكره القدم بخصوص مباراه بكره ان شاء الله قدام قطر على المركز قدام منتخب قطر على المركز الثالث والرابع في كاس العرب. كروش الحقيقه اتكلم في البدايه واتكلم ان هو يعني يشعر بالفخر بشكل عام، فخر شديد بمجموعه اللاعبين اللي معاه في الوقت الحالي المشاركين في البطوله، وقال ان احنا اهم حاجه نتعلم من الماضي ونستفيد منه لان النجاح في المستقبل هو ده الاهم، والبدايه ان شاء الله من مباراه بكره قدام منتخب قطر، وهنقاتل من اجل الفوز وتحقيق المركز الثالث. وهو في قاموسه من وجهه نظره ما عندوش كلمه اسمها كلمه خاسر، عنده كلمه فقط بس اللي اتعلمه انه يا يفوز يا يتعلم من الاخطاء. هي برضو وجهه نظر تحترم ومفهوم او مفاهيم جيده. منتخب قطر كمان اتكلم عنه مستر كارلوس كروش، قال ان هو منتخب جيد ومنظم للغايه، وده الحقيقه وضح لنا في الفتره اللي فاتت من طريقه لعب المنتخب القطري والانسجام اللي ما بينهم، واضح ان اللعيبه بتلعب مع بعض بقالهم فتره. وهو مستر كروش اكد على ده، قال ان هم بيلعبوا مع بعض بقالهم اكتر من 5-6 سنين ومستعدين بشكل جيد، وهم كمان عندهم نفس الهدف بتاعنا عايزين يكسبوا مباراه بكره، لكن
من ان شاء الله يكون الجيد بالنسبه لنا نقدر نحقق الفوز، خاصه ان في بكره العيد الوطني لطبعا دوله قطر، ففي احتفالات من نوع خاص، فاكيد هيبقى في احتفالات من الجماهير بشكل عام. فهو متفائل ان شاء الله بالنسبه لنا لو كسبنا في يوم زي ده يكون يعني كمان اجواء حلوه يعني. كمان طلب من اللاعبين بشكل عام ان او او او, أو نوه لفكره ان زي ما احنا بنطلب تحسين اداء اللاعبين، اتكلم بشكل عام ان احنا علينا كمان نحسن جوده الملاعب ونحسن النجيله اللي بنشوفها مثلا قدامنا بنلعب عليها، وده اعتقد شغالين عليه بقالنا فتره هنا في الدوري المصري. لو شفنا شكل الملاعب اختلف، حتى السنه دي شكل التصوير اختلف وشكل حاجات كتيره جدا اختلفت. يعني معظم دول افريقيا على فكره لما بتيجي تلعب في مصر بالنسبه لهم بيبقى فرصه جدا ان هو يقدر يعبر عن نفسه، لان ما بيلاقيش الجوده دي ممكن، او اللي هي المعايير اللي موجوده في كره القدم الحديثه اللي تساعده ان يقدر يظهر امكانياته. يمكن كنت بتكلم مره مع الاستاذ حاتم طبعا الكسبار، كان الصحفي والمقدم التونسي، لما كان معايا ضيف قبل كده، وكان بيتكلم ان منتخب تونس ممكن يبقى بالنسبه له لاعب منتخب مصر مثلا في تصفيات كاس العالم النهائيه او المرحله النهائيه، ممكن يكون عشان يضمن اجواء جيده يقدر يعيش فيها هنا، من حيث الملاعب، من حيث الفنادق، من حيث الطرق، يعني الحاجات اللي هي ليها علاقه بال حوالين كرة القدم اللي بتحسن بالأداء بشكل عام. فهو مستر كارلوس كلوش قال إن إحنا علينا إن إحنا دايماً زي ما بنطلب من اللعيبة تحسين أنفسهم، عايزين نحسن دايماً من الإمكانيات اللي عندنا، وده كلام جميل. نحسن بشكل عام من نطور التحكيم، نطور كمان المنافسة بشكل عام. واتكلم عن ماتش تونس، قال إحنا خسرنا مباراة تونس، لكن مهم إن إحنا نبص على الإيجابيات اللي طلعنا بينها من مباراة تونس، وإننا من وجهة نظره إن إحنا على الطريق الصحيح علشان نبني جيل جديد لمنتخب مصر. وقال احنا كسبنا لاعبين كتيره جدا في البطوله، وضرب مثلا زي مروان داوود وحسين فيصل. ويمكن الكلام عن حسين فيصل، قال ان حسين فيصل من هو عنده 15 سنه ما لعبش قدام جماهير قبل كده في حياته، فما يتفاجئ طبعا كان يبقى لعيب دولي ويلعب قدام الضغط الجماهيري ده، اكيد من وجهه نظره برده اكيد تكون علمته اشياء كتيره هو او زي زمايله الكتير اللي ممكن بقى لهم فترات كبيره ما تعرضوش لهذا الضغط الجماهيري، وفجاه تلبس تيشيرت منتخب مصر وكل الامور دي. كمان اتكلم بشكل قال كمان مفيش مشكله مع اي لاعب، ان بالنسبه له من وجهه نظره مفيش مشكله مع اي لاعب، كل اللاعبين جاهزين من اجل المشاركه، وان المشاركه مع المنتخب المصري بشكل عام دي مش، ما بحبش اتكلم عن فرد بعينه، بحب يتكلم على اللاعبين ككل، وقال ان اي لاعب جاهز ان شاء الله هيكون ليه دور وهيشارك في الفتره اللي جايه. طب خلينا قبل ما اكمل حديثنا واكمل بقيه اخبارنا عن منتخبنا المصري، معانا على التليفون احد ناشئي نادي الزمالك اللي يمكن تم الاستغناء عنه من الفتره اللي فاتت، هو حسام حسن. هي اسمه طبعا حسام حسن، اسمه مميز جدا. خلينا النهارده، كان موجود اجتماع النهارده عشان يقول لنا بالظبط ويوضح لنا ايه اللي حصل في الاجتماع، لان كنا عارفين النهارده كان في قعده بخصوص اللعيبه اللي كانوا مش موجودين. حسام مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا كابتن مصر، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله بخير والله، نحمد الله على كل شيء الحمد لله. نقول ان شاء الله عوده حميده، ولا عايزك تقول لي كده ايه اللي حصل النهارده معاك في الاجتماع؟ ان شاء الله عوده حميده. سيادة المستشار يعني احنا بنشكره من خلال قناه النادي، راجل تبنى كلامنا ورجعنا تاني لنادينا بعد ما كنا مشينا، وان شاء الله نعمل عودي ومن حد باذن الله. طب انا عايز اعرف، انا يمكن مش عارف ادخل معاك في الناحيه القانونيه قوي، فكره النهارده انتوا مضيتوا عقود بالفعل ولا كان اتفاقات بس وقعده بس؟ هو كان اتفاقات وقعده، وسياده المستشار وعدنا، وسياده المستشار ما بيخلفش طبعا، واحنا بنشكره، وان شاء الله القعده رسميه ان شاء الله يوم الاحد هتخلص كل حاجه باذن الله. يعني ده كلام بس النهارده تجهيزي ليوم الاحد، لكن هل انتوا عارفين الحد الموضوع قانونا مثلا لو انت مضيت من حقك تعار؟ طب انت كمان عايز اسالك، الفتره اللي فاتت انت كنت عايش ازاي؟ او هل كنت بتتدرب في حته؟ هل في نادي اتكلم معاك؟ ليه ما مضيتش في حته ثانيه؟ عايز اعرف منك. انا كنت بتدرب لوحدي عندنا في البلد في المنصوره، فكنت مستني شهر واحد يجي، لان انا كنت متبلغ متاخر خروجي بره النادي، فما كنتش اعرف اروح اي حته، كان الكيت خلاص قفل، فما كناش نعرف نروح اي حته، فقلت اتمرن واظبط دنيتي كده لعندي شهر واحد، وان شاء الله نروح نادي شهر واحد يعني. انتوا كنتوا كام لعيب النهارده في الاجتماع؟ احنا كنا 8. 8 لاعبين؟ 8 اه. كلكم مواليد كام؟ في مواليد 2099. مواليد 2099 اللعيبه المميزه اللي مشي دول وفي ناس ثانيه المفروض جايه، ولا ما عندكش معلومه؟ ما عنديش معلومه والله، بس هو النهارده فعلا سياده المستشار
اتكلم معانا، وفعلا يعني عندنا يوم الاحد ان شاء الله خلص كل حاجه. وكان الكابتن حسام مرعي اتفضل يا كابتن. طب مستر كارلوس كارتيرون، مستر كارتيرون، مستر باتريس كارتيرون، كارلوس كروش داخل مع باتريس كارتيرون. مستر كارتيرون كان قاعد معاكم قبل كده، ان انتوا اكيد قعدتوا فتره بتتمرنوا فريق اول، او اعتقد ان هو شافكم في ماتشات وديه كتير. شافنا في ماتشات كتير، وانا كنت اخش معاه في ماتش الاتحاد السكندري، الكلام ده ايام الكورونا، فتره الكورونا، فلا اتكلم معانا واتكلم معانا بشكل ايجابي كمان. بس اتفاجئنا بعد ما خدنا بطوله الجمهوريه 99 بخروجنا بره النادي ازاي، ما كناش عارفين هنخرج ازاي، يعني نكون واخدين بطوله الجمهوريه ما دخلتش النادي بقى لها 17 سنه، قلنا على الاقل يطلعونا اعراض يعني. لكن فجاه جالنا على البريد عندنا، كل واحد على بلده، ان تم الاستغناء عنك من قبل النادي. طب ما الحقيقه يمكن انت قلت لي حاجه برضو لفت نظري، انت قلت لي ان بلغوك متاخر، ما في نفس التوقيت كان حسين فيصل اتبلغ وكان في لعيبه كتير اتبلغت، انت ليه ما لحقتش تروح النادي؟ حسين فيصل، حسين فيصل يا كابتن، حسين فيصل كان مكمل معاهم اصلا، كان مكمل مع النادي واتبلغ اصلا كمان يا كابتن متاخر عننا، لكن حسين هو كان معاه وكيل كويس. احنا ما كناش عاملين حسابنا اصلا يعني ان اليوم ده هيجي يعني، لان احنا متربينا في النادي اللي احنا بنحبه ونفسنا نكمل فيه، فما كناش حاطين في دماغنا اليوم ده اصلا. طب كنت تتوقع ان حسين فيصل فجاه مثلا يحصل له سبوت كده عليه كبير ويلعب في منتخب مصر؟ انت عارف في يوم وليله الدنيا يمكن اتقلبت. هو يا كابتن هو لعيب كويس جدا، ومعروف من ايام ما كنا في الناشئين كمان ان هو لعيب كويس، ما كانش ينفع النادي يسيبه بامانه يعني، كان كنا النادي اصلا متوقع له ان هو يكون في حته كويسه برضه. انا مش عارف استغنوا عنه ازاي يعني، مين اللي استغنى عنه، مين خد القرار ده، انا ما اعرفش. طيب يعني انت بتلعب مركز ايه يا حسام؟ انا ديفندر وباك رايت. ولما خدك كان هياخدك ماتش الاتحاد السكندري، كان عشان كان في نقص في الحته دي، ولا كان بيفكر في مركز ايه؟ كان كابتن برجاني محجوز في المطار في تونس، فانا كنت اخش الماتش ده ديفندر. واتدربت فتره مع الفريق الاول؟ اتدربت معاهم، اتدربت معاهم كتير. قد ايه تقريبا؟ اتدربت مع كابتن ميتشو، قعدت معاه 3 شهور، وعملت كارتيرون شهرين. طب وميتشو ولا باتشيكو؟ لا ميتشو والكابتن ومستر كارتيرون. طيب وانت قلت لي طبعا ان انت بتلعب ديفندر وباك رايت صح؟ وباك رايت طبعا. ما كل التوفيق يا رب ليك، وان شاء الله الفتره اللي جايه يا حسام، واتمنى تبقى لو يعني اتجددت الفرصه تبقى بالنسبه لكم اكنها محاوله ثانيه وفرصه ثانيه. اكيد طبعا، وبرضه انا حابب برضه يا كابتن يعني ان انا اشكر استاذ المستشار على خلال النادي، لانه فعلا يعني راجل وقف معانا، وان شاء الله تكمل على خير باذن الله يا رب. ان شاء الله يا رب. طبعا حضرتك كابتن مصر وانك سمحت لي بالفرصه دي. حبيبي ان شاء الله ربنا يكرمك، هي في الاخر خلي بالك هي مسؤوليه يعني اكتر ما ان هي تكون ممكن يعني اي اتجاه اخر، هي مسؤوليه الحياه اتحطت عليك، وممكن تكون بالنسبه لكم تغير حياتكم لو في نصيب، لان لسه البعد القانوني لسه مش عارفين حتى بعد ما تمضي هتبقى فكره الاعاره او قانونيه ان انت حتى لما تمضي هل هيتم توثيق العقود، لان احنا اصلا كان عندنا مشكله في قطاعات الناشئين، يعني كلها امور ان شاء الله نقدر يعني نفهمها قانونيا اكتر واكتر الفتره اللي جايه. بس عموما بشكر حسام حسن طبعا احد اولاد النادي واحد ابناء قطاع الناشئين اللي يمكن ما كانش ليهم فرصه الفتره اللي فاتت، وتم القعده معاهم علشان يتم معاهم تقنين وضعهم ان شاء الله. وبشكل عام على فكره في قصه زي دي الواحد طبعا اكيد يبقى مبسوط لما يحس ان في حمايه لحقوق النادي، وفي حمايه لحقوق اولاد النادي، لان في الاخر المصلحه ما فيش حد يقدر يتكلم عليها غير كلام مظبوط، ان لو في حاجه هتصب في مصلحه النادي ده يبقى اكيد شيء ايجابي. فنتمنى نستغل كل قطاعات الناشئين مش بس في كره القدم احسن استغلال، وبرضه في نفس الوقت نستغل اللعيبه اللي موجودين عندنا في الفريق الاول احسن استغلال تسويقيا، ما نفرطش في حد بسهوله، ما نبالغش مثلا في شراء لعيب او اخر، لان هي في الاخر كلها بتعود على الخير، بتوفر على نادي الزمالك فلوس، بتوفر انك تقع في غرامات، بتوفر انك تقع في عقوبات، كلها لو ماشيه بنظام مظبوط اكيد هتوفر وهتصب لمصلحه نادي الزمالك. عموما كل التوفيق ليكم ان شاء الله يا رب. خليني اكمل مع حضراتكم الاخبار كمان بما يخص منتخبنا المصري. كان احمد حجازي كان موجود النهارده برضو في المؤتمر الصحفي، واتكلم كمان طبعا بصفته احد الكباتن اللي موجودين في المنتخب في الوقت الحالي، وبصفته احد الخبرات الكبيره المهمه اللي موجودين في المنتخب في الوقت الحالي، اتكلم عن مشاركته هو بشكل عام، لان كان طبعا كلنا عارفين ان هو ما بيلعبش مباراه الاردن قبل كده، فقال ان انا بالنسبه لي يا جماعه انا جاهز، بدليل ان انا لعبت الماتش اللي فات مباراه تونس، فانا بالنسبه لي الحمد لله تمام وتعالجت. وبيشكر الجهاز الطبي بشكل عام والجهاز الفني ان هم بذلوا مجهود كبير الفتره اللي فاتت معاهم علشان يحاولوا
طبعا انت عارف الماتشات كل 3 ايام دي، فبتبقى محتاجه علاج مكثف ومحتاجه راحه بطريقه معينه، ويعني ما نقدرش نقول عليها راحه سلبيه، لا راحه ايجابيه، ان انت عشان تلحق الماتشات، لان لو فاتك 4 5 ايام بيفوتك ماتشين ثلاثه. فمهم، فهو قال ان هو جاهز بنسبه 100% ان شاء الله لمشاركته في مباراه بكره قدام منتخب قطر. وكمان اتكلم وشكر زي ما قلت لحضراتكم الجهاز الطبي والجهاز الفني على التعامل الجيد معاهم وسرعه الاعداد ليهم والتجهيز ليهم للمباريات. واتكلم ان يمكن هو بصفته كلاعب كبير زيه زي زمايله بعض اللاعبين الكبار اللي موجودين في الوقت الحالي، بيحاولوا بقدر الامكان ينقلوا الخبرات اللي موجوده اللي شربوها فترات طويله للاعبين اللي منضمين حديثا، او اللاعبين اللي اول مره يلبسوا تيشيرت منتخب مصر، او اول مره يلعبوا قدام ضغط جماهير، بيحاولوا ينقلوا الخبرات دي ليهم، زي ما هو صرح احمد حجازي، زي ما اتنقلت لهم في يوم من الايام. احمد حجازي في يوم من الايام لعب مع لعيبه كبار، فاكيد كانوا هم اللي كان عليهم الدور ده في الوقت ده. فما يكون تواصل الاجيال دي بتفرق جدا جدا مع اللاعبين لما يكون محطوطين تحت ضغط وتحط عليهم مسؤوليه كبيره. وهو قال ان طبعا بطوله كاس العرب شايف انها بطوله مميزه جدا وبطوله قويه، وهي احسن استعداد لبطوله كاس الامم الافريقيه، من حيث انها بطوله مجمعه وفيها مدارس برضو الافريقيه اللي ممكن تلعبها زي الجزائر وزي تونس وزي اكتر من فريق ممكن تشوفهم تاني في كاس الامم الافريقيه، وفيها كمان مدارس مختلفه زي طبعا المدرسه اللي هي العربيه اللي زي مدرسه اسيا او عرب اسيا زي ما بيقولوا. وان انت من الوارد ان انت ممكن تقابل احد الفرق دي الفتره اللي جايه بما يخص التصفيات النهائيه او المرحله النهائيه لتصفيات كاس العالم، ومن الوارد انك تقابل نفس الفرقه دي كمان في كاس الامم الافريقيه. وبالفعل احنا معانا السودان في نفس مثلا المجموعه ده نضرب مثال، وحتى لو وصلنا الادوار اللي بعد كده هتلاقي مش هتخرج عن الجزائر وتونس والفرق اللي انت ممكن تلعبها قبل كده، حتى لو كان ناس بتقول ان هي بالصف الثاني، ولكن في الاخر فرصة مهمة جدا ان كله يتعرف على شكل المباراة الدولية، تتعود على الاحتكاك اللي فيه الريتم عالي جدا جدا والضغط الجماهيري والبطولات المجمعة تعيشها عن قرب وتكتشف، وبيحصل كمان انسجام اكتر لما تيجي تجيب لعيب جديد اول مرة تبقى الامور صعبة، لكن دلوقتي نقدر نقول ان في ناس او اسامي بقت قريبة من المنتخب، تغيير ممكن تحتاجهم في وقت من الاوقات، في عناصر شابة دخلت، فكان مهم علشان اكتساب الخبرة بشكل عام. واشاد احمد حجازي باللاعبين اللي اول مره يشاركوا في البطوله، وقال ان دي طبعا بطوله بالنسبه لهم قدموا فيها اداء جيد جدا، وقال ان المسؤوليه كانت كبيره على البعثه كلها بشكل عام علشان تشريف اسم مصر طبعا وعلشان نحرز البطوله، لكن يمكن مجريات ماتش تونس ما جاتش يعني الرياح بما تشتهي السفن زي ما بيقولوا، خاصه طبعا الهدف جه في وقت الحقيقه صعب، هدف المفاجئ ما بيجي في وقت ما تلحقش تعوضه، تحس ان يمكن اليوم مش يومك او ربنا مش رايد او التوفيق مش معاك. فقال ان يعني غير كده لا، احنا شايف ان احنا حاولنا وقاتلنا لولا عدم التوفيق اللي كان معانا، واحنا كنا جايين نرفع اسم مصر عالي، لكن اللاعبين بينهم بعض تعهدوا ان هم ان شاء الله يفوزوا في مباراه بكره ويسعدوا الجماهير علشان يصالحوا جماهير الكره المصريه. كمان طبعا زي ما قلت لحضراتكم طبعا كلنا عارفين ان مباراه بكره منتخب مصر هتبقى الساعه 12 الظهر، 12 الظهر ده بتوقيت مصر اعتقد، خلينا بس نتاكد من المعلومه دي كمان عشان فرق التوقيت. لكن النهارده كان اخر تدريب لمنتخبنا الوطني، التدريب كان 12 الظهر طبعا كان في ميعاد صلاه الجمعه، فبالتالي اللعيبه صلوا الجمعه النهارده وبعد الصلاه على طول مباشره كانوا في الملعب علشان يحاولوا يظبطوا الوقت زي نفس توقيت مباراه بكره عشان يتاقلموا على الميعاد والكلام ده كله. والنهارده مستر كارلوس كيروش يمكن في التدريب اشتغل على بعض الامور الفنيه والخططيه واتكلم مع اللعيبه استعدادا للمباراه، لان مهم ان انت ضيق الوقت انك تحاول كمان تخرجهم من الحاله اللي ممكن يكون بعض اللاعبين تاثروا فيها بعد مباراه تونس عشان تجدد الدوافع تاني لمباراه بكره وتحولهم لطريق الانتصار باذن الله. دي برضو من الحاجات المهمه واحد الجلسات اللي بتبقى مهمه جدا، التحضير النفسي زي البدني كده والخططي والفني بشكل عام. كمان منتخب مصر بكره ان شاء الله اتحدد ان هو هيلعب بالتيشيرت بتاعه الاحمر عادي جدا والشورت والشراب الاسود، والمنتخب القطري هيلعب بالطقم الابيض كامل، ده شكل اللي هيلعب بيه، ده التيشيرت اللي هيلعب بيه بكره منتخبنا والشورت الاسود والشراب. المنتخب القطري زي ما قلت لحضراتكم باللبس الابيض الكامل، ونتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا المصري بكره في المباراه المركز الثالث والرابع قدام منتخب قطر في كاس العرب، وتبقى المباراة الأخيرة. كمان نروح لنادي الزمالك بما يخص طبعا محمد عبد الشافي،
النهارده الحقيقه محمد عبد الشافي يمكن ما اشتغلش التدريب الجماعي مع الفريق، وهو عبد الشافي محطوط له برنامج جماعي. كمان كان ناس كتير بتسال عن بن شرقي ونجم، الحمد لله النهارده الاثنين انتظموا في التدريب الجماعي بعد ما وصلوا امبارح، وبالفعل النهارده استقبلهم مستر باتريس كارتيرون ويتكلم معاهم، يعني زاد في الكلام عنه بشكل كبير، فمحتاجين ان احنا نحسم موقفه. اخبار بتروح وبتيجي ومفيش شك ان دي هتاثر على بن شرقي هو تحديدا على المستوى الفردي جوه الفريق، وده يمكن في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا احنا حسينا ان بن شرقي مش هو ده الاداء بتاعه في المباريات الرسميه الاخيره في مع نادي الزمالك، فكتر الكلام وكتر الرغي اكيد هياثر. فالحقيقه رغم ان بن شرقي فترات طويله كان عودنا ان هو بيعرف يعزل نفسه او بيعرف يفصل، لكن اللي شفناه مع كمان قرب شهر يناير مع ان انت عقدك بينتهي ده هيدخلك في حاله جدل كبير، مع كمان مع ضغوط كبيره جدا الجماهير هتطالب انك عايز تعرف تحسم موقفك، فمهم الفتره اللي جايه دي نستغلها كلنا طبعا والمسؤولين في نادي الزمالك علشان يتحسم ملف بن شرقي تماما ويعلن للجماهير. يمكن كان من الحاجات اللي احنا اخذناها عن ساسي ان هو كان عمال يعني اولا سافر وما رجعش، كان حاجات كتير جدا، لكن بن شرقي موجود دلوقتي فدي فرصه ذهبيه في الوقت الحالي عشان يحسم موقفه. وفي الاخر بن شرقي اكيد طبعا اضافه كويسه ودايما بنقول كده، وقيمه مهمه جدا، ولعيب اثبت الحقيقه يعني اثبت ان هو لعيب كبير الفتره اللي فاتت، لكن في الاخر هيبقى اضافه لفريق نادي الزمالك مفيش شك، لكن برضه هو لازم يعي ان نادي الزمالك بالنسبه له اكيد اضافه كبيره جدا، واعتقد هو لمس ده وممكن يكون قدامه تجربه حيه كمان في زمايله، او مش عايز اقول زمايله، كان فرقه الزمالك قبل كده مثلا اللي ممكن يكونوا مشوا، وانت عارف على ما بتدخل مع فرقه تانية وتنسجم وتاخد نفس الهاله الاعلاميه والجماهير تحبك وتصنع نجوميتك، ممكن تكون دي فيها مخاطره او فيها مغامره كبيره. فكل يعني ساعات الحسابات ما بتبقاش حسابات ماديه بس، ده مش معناه ان ما ياخدش حقه تالت ومتالت، لا طبعا ياخد حقه مفيش مشكله ويتقدر على اكمل وجه، لكن مهم برضو ان هو يكون يعني عارف حجم المنظومه وعارف حجم واسم وتاريخ وجماهير وجماهيريه نادي الزمالك. خلينا اخد مع حضراتكم على زوم، معايا زوم من الصحفي الجزائري الاستاذ سمير بشير. استاذ سمير مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا كابتن، تحيه اليك، تحيه الى كل المشاهدين ومشاهدات قناه الزمالك. اهلا بيك طبعا ومشرفنا، وكعادتنا دائما تحيه لاشقائنا الجزائريين طبعا، ومنورنا في قناه الزمالك. ربنا يخليك، تحيه متبادله ايضا من الجزائر، يعني وكانت من احسن مكاسب هذه الدوره العربيه الاخيره هو عوده العلاقه، يعني بعد لقاء بين مصر والجزائر كانت فيه العلاقه عادت الى افضل مما كانت لديها، ونجح يعني الطرفين الجزائري والمصري سواء كلاعبين او كجماهير على السوشيال ميديا او الحاضرين في الملعب في طي تلك الصفحه الجميله. ربما في رايي هذه هي اجمل ما حصل في كاس العرب الفيفا في 2021، هي عوده العلاقه الرياضية الأخوية بين مصر والجزائر كما كانت قبل 2009 و2010. الحقيقة يمكن على مستوى كمان الشكل والبطولة، الحقيقة أنا أعتقد أن ممكن كلنا ما كناش نتخيل أن يكون في مكاسب كتيرة من وراء بطولة زي ما أنت يمكن ذكرت أستاذ سمير، وفكرة أن أنت كمان مع كل الدول العربية مش بس مصر والجزائر، كل الدول العربية الحقيقة والشكل العام للبطولة حاجة مشرفة، وأعتقد أن هي أجبرت ناس كتيرة جدا أعتقد خارج كمان الوطن العربي أن يتابعوا البطولة وأهميتها، وكان فيها بعض الأمور لتدي رسائل كتيرة جدا عن شكل الكرة العربية. طيب خلينا نبدأ مع حضرتك على طول، بكرة مباراة مهمة جدا طبعا ما بين تونس والجزائر، أو ما بين الجزائر وتونس على نهائي البطولة اللي بنتكلم عليها، البطولة المشرفة لكل العرب. قول لي شايف المباراة دي إزاي، نهائي بطعم شمال أفريقي، ديربي خاص، يعني بتفهمش نهائي كأس عرب ولا نهائي كأس أمم، فيها كذا حزبة يعني. هي قبل بدايه الدوره يعني كمرشحين مسبقا يعني كانت كل الترشيحات وكل التوقعات تصب في انه المنتخبات المرشحه هي منتخبات عرب شمال افريقيا والمنتخب القطري، يعني كانت كل الترشيحات تصب في هذا الجانب اكثر يعني مسبقا وحتى قبل بدايه الدوره، ولكن لا احد يتوقع ان تكون وان تسير بطولة بمثل هذه الإثارة. ربما الإثارة كما قلت بدأت منذ لقاء الجزائر ومصر وكيف حسم الأمر بالبطاقات ربما في سابقة في تاريخ الكرة العالمية وليس حتى العربية. الآن وصلنا إلى المباراة النهائية، منتخب الجزائري كطرف أول في هذه المباراة تأهل بجدارة واجتاز صعوبات كبيرة جدا يعني للوصول إلى هذا الدور، بدءا من صراع المرتبة الأولى مع المنتخب المصري، ثم مباراة في دور الثمانية مع الفريق المغربي، ثم دورة مع
مع الذي كان المرشح، ثم مربع ذهبي مع منظم الدورة والفريق القطري وبطل آسيا، ربما عكس المنتخب التونسي الذي كانت له إثارة واحدة ووحيدة نقدر نعتبرها في هذه الدورة، هي مباراة المربع الذهبي أمام المنتخب المصري. لكن يعني كفريقين استحق التواجد في هذه المباراة، يعني حتى الفريق التونسي ولو جرحت كبرياو في الدور الأول في مباراة أمام المنتخب السوري أدخلت كثير من الشك، وحتى يعني في الدور الثمانية ولو تأهل بصعوبة أمام فريق سلطنة عمان يعني 2-1 ونجحت في سلطنة عمان في وقت ما من التعديل، ولكن أمام المنتخب المصري يعني استحق التأهل بصراحة، يعني خاصة خلال المرحلة الأولى من المباراة كان الأفضل، رغم أنه التأهل الثاني كان فيه نوع من الإثارة وهذا امتداد لما حصل في كل هذه الدورة بطريقة الهدف يعني المعكوس ضد مرمى وفي آخر ثانية من المقابلات، وربما في الوقت بدل الضائع للوقت بدل الضائع حتى الذي حصل مع المنتخب الجزائري ونفس الشيء، لكن يعني كدور النهائي هي مباراة بين فريقين استحق التواجد فيها. الآن يعني هي بين فريقين يعرفان بعضهم البعض بطريقة جيدة، سواء على مستوى يعني المنتخب الأول أو حتى المنتخب الجزائري الذي لا يشارك بالمنتخب الأول، ولكن بنسبة تصل إلى نقول إلى 35-40% من المنتخب الأول. طب أستاذ سمير قبل ما أكلمك عن ماتش بكرة وتوقعاتك وعايزك تقول لي رؤيتك فيه بكرة، بس الحقيقة أنت يمكن وأنت بتتكلم ذكرت صعوبة المشوار اللي مشي فيه أو الطريق اللي مشي فيه الفريق الجزائري ده، خليني أسأل حضرتك سؤال، هل كنت رغم صعوبة المشوار وكان يمكن كان في منافسة شرسة جدا على حسم المركز الأول في المجموعة ما بين مصر والجزائر وبقت تحول للمشوار الأصعب في البطولة، كنت أنت متوقع أن الجزائر يقدر يعدي من المشوار الصعب ده ويوصل للمباراة النهائية؟ والله لا 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 هي ربما يعني المنتخب الجزائري لما دخل الجمهور الجزائري لم يكن مكتشف هذا المنتخب، لأنه لعب لأول مرة بهذه التوليفة يعني المركبة من لاعبين بعض لاعبين المنتخب الأول بعض المحترفين في الدوريات وبعض اللاعبين المحليين، ولكن يعني أول اختبار كان أمام المنتخب المصري، يعني هناك يعني وقعت تلك يعني الإثارة في والاهتمام الجماهيري من خلال حسم بطاقة المرحلة يعني الصدارة، ثم جاءت أمام المنتخب المغربي، المنتخب المغربي كان الجميع يراه المرشح الأول لهذه البطولة، يعني خاصة أنه منتخب مركب منذ سنتين، وخلينا نقول أنه جاء في فترة توجد فيها بعض الحساسية السياسية لأنها مش موضوعنا بين النظامين الجزائري والمغربي، زادت نوع من الإثارة في هذه المباراة والتي كانت قمة في الروح الرياضية على فكرة، يعني تتويج صعود المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي بعد ما كان كل الترشيحات تصل في خانة المنتخب المغربي هي التي تركت الشارع الجزائري يطمئن على أنه هذا المنتخب الجزائري الرديف هو امتداد للمنتخب الأول ومرشح حتى للتتويج، إلى درجة أنه يعني في مباراة المربع الذهبي يعني وحتى وكان منافسه وبطل آسيا ومنظم الدورة، لكن كانت حالة من الطمأنينة في الشارع الجزائري قبل المباراة بتجاوز عقبة قطر أفضل من تلك التي كانت أمام المنتخب المغربي أو في مباراة تحديد المركز الأول أمام المنتخب المصري. الحقيقة رغم أن المباراتين ثلاث مباريات أصعب من بعض، لكن من وجهة نظر الشارع الجزائري أو من وجهة نظر حضرتك أصعبهم إيه؟ أصعب واحدة فيهم إيه؟ بالنسبه لي انا كانت مباراه المنتخب المصري كانت هي الاصعب، يعني حتى من ناحيه الاداء فوق الميدان، يعني المنتخب الجزائري لعب شوط جيد، ولكن المنتخب المصري يعني هو ربما المنتخب الوحيد لحد الان الذي نجح في السيطره على المنتخب الجزائري خلال شوط كامل، يعني خلال الشوط الثاني، ربما المنتخب القطري في الكره بعد ذهبي نجح نسبيا في السيطره على المنتخب الجزائري، يعني وهذا تحصيل حاصل بعد ما كان منهزم يعني وتلقى الهدف في تقريبا في اول ربع ساعه من الشوط الثاني، ولكن المنتخب أرى أنه أصعب مباراة والمباراة التي حسمت يعني ومنحت نوع من الثقة هي مباراة المنتخب الجزائري مع المنتخب المصري، بالنسبة لي كانت هي الأصعب من الناحية الفنية، لأنه الفريق المصري نجح نسبيا في فرض وجوده خلال الشوط الثاني خاصة أمام المنتخب الجزائري. طيب كان في كلام سمعناه أن البلايلي فسخ عقده طبعا مع النادي في قطر، كنت عايز أعرف من وجهة نظرك إيه الأسباب إيه الكواليس اللي تعرفوها عن فسخ هذا التعاقد طبعا يوسف البلايلي؟ والله هو البليلي يعني بالنسبة ليوسف البليلي لم يكن مرتاح مع هذا الفريق، يعني حتى قبل بداية الدورة يعني منذ انضمامه إلى الفريق قادما في الفريق السعودي أهلي جدة كانت عنده بعض المستحقات التي تم الاتفاق على تسديدها مع الفريق القطري لفائدة الفريق الأول أهلي جدة الذي يحوز حكم من الاتحاد الدولي ضد البليلي، لم يكن مرتاح مع هذا الفريق، لم يلعب المباريات الأولى من الدوري القطري ينضم دخل في الجولة الخامسة أو السادسة، لم يكن
لفسخ عقده علاقة بما حصل في بهذه الدورة يعني بصفة عامة. أظن أنه حتى تواجد والده والذي هو وكيل أعماله حتى قبل الدورة معه في قطر كان لأجل فسخ العقد. أظن أن الأمور يعني تجسيد الاتفاق هو الذي حصل في اليوم الموالي لمباراة الجزائر وقطر، ولكن هو امتداد لمفاوضات سابقة منذ مدة لرغبة اللاعب في تغيير الدوري والذهاب إلى دوريات أوروبية، خاصة أنه الآن يعني في سنه، هو في سن 31، لأنه كما نعرف أنه بليلي يعني لما عوقب في 2015 يعني بسبب قضية تناول المنشطات يعني ضيع الكثير، وكانت عنده بداية صعبة، ولعب آخر في مجاله عوقب بأربع سنوات ثم خفضت إلى سنتين، يعني عنده نوع من القوة في العودة، وكان أحد صانعي تتويج الجزائر في كأس أمم إفريقيا في 2019، واليوم هو في سن 30، أظن أنه يجد نفسه أنه حان الوقت ليحترق في دوري أوروبي، خاصة يعني في الدوري الفرنسي. يعني وجهته دي معلومة حضرتك مميز استاذ سمير، يا حضرتك دي معلومه ان هو وجهته الجايه ان شاء الله في الدوري الاوروبي تحديدا فرنسا، ولا التكهنات بتقول كده؟ لم استمع للسؤال جيدا. دي حضرتك ذكرت ان هو بيفكر في الاحتراف خاصه في الدوري الفرنسي، عايز اعرف دي معلومه ولا التكهنات اللي حوالين الامور بتقول كده؟ لان الحقيقه توقيت الفسخ يعني طبعا خلى ناس كتير جدا تتكلم، وعن كل فتح باب كتير جدا لشائعات، ينتقل الدوري المصري، ينتقل الدوري السعودي، ينتقل الدوري الدوريات الاوروبيه، فانا عايز اعرف المعلومه اللي عند حضرتك. حضرتك قلت لي الدوري الفرنسي. استاذ سمير، طب واضح ان في مشكله فنيه في الخط. طبعا عموما طب لو عرفنا نجيبه تاني نحاول نتواصل معاه. طيب عشان نكمل تاني، نرجع تاني لحضراتكم الاخبار. كنت بكلم حضراتكم عن المنتخبنا طبعا، سوري، عن نادي الزمالك عفوا. كمان النهارده مستر كارتيرون بعد ما اجتمع برضو باللعيبه وبدا طبعا التدريب الجماعي بشكل عام، واللعيبه اللي قعد معاها زي ما قلت لحضراتكم سواء بن شرقي او بن شرقي او اوناجم، الاثنين قعد معاهم النهارده مع كابتن مدحت عبد الهادي وكلموا عن شكل التدريب واجتماع عام. النهارده كان في التقسيمه اللي هي موجوده النهارده، قسم الفرقه مجموعتين واشتغل في التدريب بشكل عادي جدا نفس النظام، وعمل الفترات اللي بيعملها قبل التدريب اللي هي اللي علاقه بالاطالات والاسترتشات في مجمع الصاله المغطاه، وعمل النهارده اكتر من يعني المجموعتين كانوا كل 7 لاعبين مع بعض، وكل 7 لاعبين معاهم كل واحد حارس مرمى، وعمل توجيهات بشكل عام على الامور الخططية والأمور الفنية. هو مستر كارتيرون دايما بيبقى ليه طقوس خاصة بيشتغلها مع اللاعبين، وزي ما قلت لحضراتكم أكتر من مرة أكيد اللاعبين بيبقوا حافظين كلام، هم حفظوا بعض، فبيبقى بس عنده رتوش أخيرة لازم يقولها لبعض اللاعبين، خاصة دي فرصة جيدة جدا جدا في التوقف ده، إن أنت بتدخل بعد كده على ماتشين بيبقوا ورا بعض وبعد كده توقف تاني، الحقيقة مش بسهولة إن أنت تقدر تحافظ على نفس التيمبو أو نفس الريتم أو نفس الإيقاع، او مش كل اللعيبه معاك، فدي بتبقى كلها تعقيدات وامور محتاجه يعني المدير الفني يشتغلها بشكل حذر جدا، وبيكون فيها تركيز عالي جدا جدا عشان يبقى عينيه جايبه كل اللاعبين. ودي الحقيقه من الحاجات المميزه فيها مستر باتريس كارتيرون. والنهارده كان في التقسيمه كان في حماس كبير جدا بين اللاعبين، وكابتن مدحت عبد الهادي المدرب العام تولى ان هو يقود مجموعه، وبعد كده امير عزم الجاد طبعا مساعد المدرب تولى هو المجموعه الثانيه، بحيث ان يكون كل واحد بيكلم المجموعه اللي معاه، وكارتيرون بيتفرج من بره على التقسيمه بشكل عام، وبيوجه بقى وبيشوف الامور اللي ممكن يكون عايز يتكلم فيها ليها علاقه بالفنيات زي ما قلت لحضراتكم. وبرده في التدريب النهارده كان في البدايه بعض سباق السرعات كده اللي هي بتبقى بنسميها تحمل السرعه، دي بتبقى عددها على فكره بيبقى مبقاش عددها من الدقائق قليل، لكن بيبقى بيسموها بتبقى حاميه شويه، بتبقى الشده فيها عاليه، دي كلمه الشده العاليه دي في التدريب بيبقى ليها علاقه بمعدلات الاسبرنتات او معدلات انك تشتغل على النفس، بتبقى ليها علاقه كده بانك سرعات عاليه في وقت قصير، دي بتبقى فيها حمل زياده شويه على اللاعبين، ده كان موجود النهارده في التدريب. وبعد كده كان في تدريبات كمان تاهيليه مع طبعا بيدرو او المسؤول عن فرناندو عفوا المسؤول اللياقه البدنيه في النادي الزمالك، وكمان طارق حامد، لان طارق حامد برضو يمكن من فترات طويله طارق حامد ما خدش فتره راحه، طارق حامد دايما عارفين عنه ان هو ما بيريحش بشكل كبير، لكن طارق حامد الحقيقه لعيب مقاتل، لعيب مخلص، واعتقد كلنا حسينا غياب طارق حامد او عدم وجود طارق حامد في المنتخب كلنا اعتقد لمسناه، واتمنى يكون مستر كارلوس كروش
يعني او جهازه المعاون، حط 100 خط على جهازه المعاون المصري، يكونوا يعني حسوا بغياب طارق حامد. طارق حامد لعيب بسم الله ما شاء الله مقاتل، محافظ على نفسه على طول، جد جدا، مخلص، الحد الادنى بتاعه ما بينزلش عن 70-80% في اي مباراه، طبعا غير المباراه اللي بسم الله ما شاء الله بيتالق فيها. حفظ مركزه، احد القياديين او الناس اللي هي نقدر نقول يقود الوسط ملعب اي فريق يلعب فيه سواء في الزمالك او في منتخب مصر. النهارده طارق حامد اشتغل تدريبات تاهيليه، واضح انه معمول له برنامج خاص مع مستر باتريس كارتيرون، جري حوالين الملعب زي ما انتم حضراتكم البرنامج اللي محطوط اللي فاتت. حتى وانت بتتكلم عن اخفاق او عدم توفيق لاعب او ان لاعب ينضم، هنا مش بتكلم على الوان لان النقطه دي خطيره جدا جدا لو اتكلمنا فيها، احنا بنتكلم عن حسابات فنيه بحته، عن حسابات ناس يمكن حتى مش موجودين في مصر بيفهموا كوره او محللين او متخصصين في كره القدم، شفناهم حتى حوالينا في الدوريات اللي حوالينا هم بيحللوا المباريات، ناس يمكن ما عندهمش الجنسيه المصريه، ولكن بيكلموا طارق حامد وجوده مهم، وجوده ضروره خاصه بعد ما شافوا اداء ممكن في وسط الملعب، ونوعيه طارق حامد من اللعيبه اللي تقدر تشيل نص ملعب لوحدها. يعني طارق حامد ممكن وجوده معاك في الفرقه يخليك تغير الطريقه اكتر من مره، ممكن تلعب ديفندر، ممكن تلعب ديفندر واحد، ممكن تلعب ديفندرين، لان هو لوحده ممكن يغطي لك 70-80% من مساحه الناحيه الدفاعيه من حيث نص الملعب. ف اعتقد ان يعني بشهادة الجميع او بتحليل الجميع المتخصصين في كرة القدم مفيش حد ما اجمعش ان طارق حامد يكون لازم ليه دور، يمكن حتى لو مش موجود اساسي هتحتاجه من ناحية القيادة، من ناحية انه يملى نص الملعب، من ناحية الناحية الفنية، من ناحية الخططية، من ناحية البدنية، من ناحية الروح العالية، يعني حاجات كتيرة جدا، عناصر مش بسهولة تتكرر في لعيب مواصفات طارق حامد. فعشان كده دي نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها. وعموما طارق حامد نتمنى له يا رب العودة سريعا ويرجع يقف على رجليه الفترة اللي جاية تاني، وزي ما قلت حضراتكم بالنسبة له فرصة نقدر نقول ايه يلتقط انفاسه ويعيد تاني يشحن البطارية تاني عشان المشوار الفترة اللي جاية، لان النوعية اللي زي طارق حامد دي ممكن تلاقيها بره المنتخب في معسكر، لكن ممكن تلاقيه معسكر اللي بعديه اساسي في المنتخب، يعني مش اللي هو يكون بره خالص فيدخل بالتدريج واحده واحده، لا. نوعيه اللعيبه زي طارق حامد دي ممكن تجيبها من الدار للنار زي ما بيقولوها دايما، وهو اثبت في اكتر من مره ان هو يقدر يعني يتحمل هذه المسؤوليه. كنت عايز اكلم حضراتكم كمان على موضوع بن شرقي، اكمله مع حضراتكم، لان بن شرقي زي ما قلت حضراتكم بن شرقي اعتقد هو حاسس كمطلب جماهيري ان الجماهير بتحبه الحقيقه، هو من المحظوظين ان جماهير نادي الزمالك واقفه جنبه، من المحظوظين برضو قبل كده شفنا فرجاني ساسي، من المحظوظين ان نادي الزمالك لما او جماهيره لما بترتبط بلاعب يعني محترف او لعيب اجنبي، مش عايز اسميهم اجنبي لان في الاخر احنا طبعا في منطقه عربيه واحده، فرصه ان هو يعيد ترتيبه، سواء لو انت مش عارف تركز الفتره اللي جايه فممكن يتم مثلا الاتفاق معاك ان انت تبقى تجيب عرض جيد فتنتقل من بدري عشان لو ده هيساعدك في التركيز، او لو انت هتكمل عادك تكمله بمنتهى الاحترام ونشكرك وكل حاجه، لكن المهم ان انت يعني نخلص في الفتره المتبقيه. طيب يمكن ده بالنسبه لبن شرقي، واكيد في وسط الحلقه هحاول اتكلم معاه تاني عن مع ضيوفي عن موضوع اشرف بن شرقي. معانا كمان زوم برضو مع الاستاذ ايمن زروق، مقدم برنامج سبور بلس على راديو يمكن اعلامي في تونس. استاذ ايمن مساء الخير على حضرتك. مساء الفل، مساء النور، تحيه ليك استاذ وتحيه لكل مشاهدين ولجماهير الزمالك. طبعا اهلا بيكم، منورنا دايما، وتحياتنا لكل الشعب التونسي، ودي من اهم مكاسب البطوله العربيه دايما اتكلم عليها، منورنا في قناه الزمالك. عايز اكلمك على طول على تقييمك لمشوار تونس في البطولة. هو مشوار عموما نجم نعتبره إيجابي بغض النظر عن نتيجة نتاع مباراة غدا المنتخب الجزائري، سواء إن شاء الله تتويج للمنتخب التونسي أو لا قدر الله الهزيمة. عموما مشاركة المنتخب التونسي إيجابية، وإيجابية جدا. المنتخب التونسي ظهر بنا سقط تصاعدي في البطولة هذه، حتى النقاط السلبية، وهنا نذكر خاصة مباراة المنتخب السوري
اللي على اثرها صاروا عديد الانتقادات على المنتخب على الاطار الفني وعلى اللاعبين، كان لها اثر ايجابي وشفنا الدليل على ذلك رده الفعل خلال مباراه الامارات سلطنه عمان وخاصه ضد المنتخب المصري. واليوم نشوف منتخبنا يلعب نهائي كاس البطوله العربيه، نهائي مستحق بشهاده كل المتابعين والنقاد والمحللين. عديد النقاط الايجابيه، عديد من الاكتشافات للمنتخب الوطني التونسي، عديد من اللاعبين الشبان اللي ربحهم المنتخب التونسي المستقبل. نذكر على سبيل المثل مثلا حنا بعل المجبري، خاصه ظهير الايسر محمد امين بن حميده، اعاده اكتشاف غيلان الشعلالي وبلال العيفة، سيف الدين الجزيري، كلها نقاط ايجابيه ان شاء الله باش يرتكز عليها المنتخب الوطني التونسي سواء على البطوله العربيه حاليا او كذلك على ليزيشونس القادمين. نحكيو على كاس افريقيا، نحكيو على تصفيات المرحله الاخيره، براج المؤهل الى تصفيات كاس العالم قطر 2022. عموما مشاركه ايجابيه وايجابيه جدا جدا، خاصه كذلك. واخر نقطه نختم بها هو انه المنتخب التونسي تعرض الى عديد من العراقيل خلال هذه البطولة. حمزة المثلوثي إصابته بكورونا، إصابة علي معلول، إصابة ياسين الشيخاوي، التحاق محمد راجر وطالبي مؤخرا في الدور الثاني. كل هذه العوامل والصعوبات عرف كيف يجاريها الإطار الفني، عرف كيف يجاريها الإطار الإداري للمنتخب الوطني التونسي. وعموما هي مشاركة إيجابية مهما كانت نتيجة غدا ضد المنتخب الجزائري. بس كان في توقع أن المنتخب التونسي يوصل للنهائي؟ طبعا في توقع، واعتقد انا شخصيا وجهه نظري او وجهه نظر عديد من المحللين والنقاد وحتى الجماهير التونسيه، هو متوقع ان المنتخب الوطني التونسي يوصل الى النهائي. المنتخبات المشاركه لا يوجد منتخب افضل من اخر، المنتخبات المشاركه هي بحدود متساويه. اذكر مثلا المنتخب القطري، تونس، مصر، المغرب والجزائر، الناس الكل قبل بدايه البطوله كانوا يعتقدوا انه سينحصر اللقب حول المنتخبات هذيا، خاصه مع غياب خاصه المنتخب السعودي. في غياب المنتخب السعودي بما معنى انه ما لعبش بالفريق الاول، لعب الفريق الرديف. لو لعبت السعوديه بالفريق الاول اعتقد انه المعطيات ستكون مغايره. طيب، كان في الحقيقه كلام كتير يمكن شغلنا هنا في كاعلاميين او كمتابعين للكوره طبعا المصريه، خاصه بعد مباراه مصر وتونس والاجواء. كان في تصريح من نجم منتخب تونس طبعا حنا بعلي، معرفش حضرتك تابعته ولا، اللي هو يتمنى لقاء منتخب مصر تاني في التصفيات النهائيه لكأس العالم. شايف التصريحات دي ازاي؟ هي تصريحات اصلا غير موجوده. اتحدى اي اعلامي مصري او اي مصري ياتيني بتصريح حنا بعل المجبري. لا ادري الحقيقه، هنا ممكن تقبلوا مني بعض اللوم، لا ادري لماذا كل الاعلام المصري تناول تصريحات حنا بعل المجبري، في حين انه حنا بعل لم يصرح بهذا تماما. استند كل الاعلاميين وخاصه هنا ليس الاعلاميين، اعلاميين مؤثرين ومعروفين وقنوات كبيره جدا تناولت تصريح حنا بعل المجبري، في حين انها استندت الى المترجم. المترجم ترجم كلام حنا بعل المجبري بالخاطئ، قال maybe against Egypt، يعني ربما نقابل مصر مره اخرى في مباراه البراج، ولم يتمنى مقابل المنتخب المصري. فانا باهت شخصيا كيف لكل الوسائل الاعلاميه المصريه والماكينه المصريه الاعلاميه تحرك ضد طفل لاعب عمره 18 سنه بالتصريح غير موجود بتاتا يعني. طيب يمكن دي فرصه كويسه ان حضرتك موجود معانا عشان توضح لنا الصوره، يعني الكلام اللي اتقال وحصل. حقيقه هنالك غضب هنايا في الشارع التونسي وفي الاعلام التونسي حول تناول الاعلام المصري على حنا بعل مجبري. الحقيقه هنالك تحامل بين ظفرين على حنا بعل مجبري. السيد لم يصرح، صرح قال ممكن سنواجه المنتخب المصري. فالمترجم ترجم هذا بالغلط، وكل الاعلاميين تناولت كلام المترجم في المباشر. والحقيقه معناتها استغرب كوبي باست من كل الاعلاميين المصريين دون تثبت من التصريحات. اللي لو كان نسمع تصريحات حنا بعل باللغه الانجليزيه ماذا قال؟ انت تسمع انه ما قال، لم يقل هذا بتاتا، لم يكن يقول هذا تماما. يعني الحقيقه نشوف تم هجوم من اعلاميين كبار برشا على حنا بعل المجبري، حتى طريقه، يعني الطريقه فيها نوع من الاستهزاء. حتى لاعب ابو الشعر ده، يعني ايه يعني لاعب ابو الشعر ده؟ اسمه حنا بعل المجبري،
وحنبال هو القائد القرطاجي الذي كان كابوس الرومان، اسمه حنبال وليس ابو شعر، ولم يقم بهذا التصريح. طيب وعمد والله يمكن حضرتك قلت كلمه ان لا كل الاعلاميين، لا بالعكس دي فرصه كويسه جدا ان حضرتك موجود اهو بتوضح لنا الصوره بشكل يعني واضح، انك عندك الفرصه كامله انك توضحها، وفي الاخر ممكن يكون نقدر نقول ايه سوء فهم، لكن بشكل عام التوضيح مهم، لكن الحقيقه لعيب مميز وان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير. كنت عايز اسالك عن حاجه، طبعا مباراه بكره مباراه مهمه، توقعاتك ليها ايه؟ توقعاتك مين هيفوز؟ مباراه مفتوحه، مباراه مغلقه زي ما بنقول عليها دايما بحكم النهائيات ساعات بيبقى ليها حسابات اخرى. هو لن اتناول جانب بطبيعه الحال العاطفه، تقول انه ان شاء الله المنتخب الوطني، لكن الى جانب العاطفه اعتقد غدا المباراه ستكون بطبيعه الحال 50-50، ستكون مشابهه تقريبا لمباراه تونس ومصر، طغى عليها الطابع التكتيكي، اعتقد انه سيطغى عليها الطابع التكتيكي، اعتقد انه لن تكون هنالك مساحات سوى بشتوكها المنتخب التونسي للجزائر او العكس بالعكس. مباراه متوازنه، اتمنى التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. شخصيا اعتقد انه المنتخب الجزائري ما عنده حتى شيء افضل من المنتخب الوطني التونسي باستثناء الثلاثي الهجومي بلالي بغداد ونجاح وياسين الابراهيمي، حقيقه خط الدفاع وخط الوسط نتاع المنتخب التونسي افضل من المنتخب الجزائري، فرديات المنتخب التونسي افضل من فرديات المنتخب الجزائري، اعتقد شخصيا انه المنتخب المصري افضل من المنتخب الجزائري، والمنتخب التونسي تعامل بشكل مثالي تكتيكيا، كان هادئ مع المنتخب المصري، لم يتسرع وكان مركز طيلة 90 دقيقة، أعتقد أنه نفس السيناريو سيقوم به المنتخب التونسي غدا. المباراة لن تكون مفتوحة، ستكون على جزئيات صغيرة، أعتقد أنه حتى النتيجة النهائية ستكون فارق هدف هدفين على أقصى تقدير. ثم معطى كذلك آخر مهم اللي هو خط الدفاع المنتخب الجزائري، توغاي بدران الشتي ثلاثي يلعب في الترجي الرياضي تونسي، ظهير الايمن هو ظهير ايمن النجم الرياضي الساحلي حسين بن عياده، اللاعبين هذوما يعرفهم بالبدا المنتخب الوطني التونسي، يعرف نقاط قوتهم نقاط ضعفهم نتاعهم، اعتقد انه المنتخب الجزائري اللي يلعب حاليا في البطوله العربيه هو ابريم، ليس بالمنتخب الجزائري الاول، لا يوجد محرز، لا يوجد اسماعيل بن ناصر، لا يوجد بن سبعيني، لا يوجد نجوم صف اول المنتخب الجزائري، وبالتالي اعتقد انه هنالك افضليه للمنتخب الوطني التونسي بحكم المنطق والعقل وليس بحكم العاطفه. طيب الحقيقه كان برضو سؤال يهمنا احنا يمكن كزملكاوي، ده كان يعني لافت للنظر بشكل كبير، هو تالق سيف الدين الجزيري وهو تصدره هدافي البطوله الى الان باربع اهداف، شايفين ازاي تالق سيف الجزيري الفتره اللي فاتت مع المنتخب ومشاركاته، وده بدا الاعتماد عليه بشكل كبير، وده هياثر معاه ازاي الفتره اللي جايه مع المنتخب؟ هو حقيقة سيف الدين الجزيري هوني في تونس قصة نجاح كبيرة جدا، قصة تدرس هي سيف الدين الجزيري، ممكن في مصر يعرفوا سيف الدين الجزيري لاعب سابق لطنطا للمقاولون العرب وحاليا يلعب في نادي الزمالك، لكن ما يعرفوش سيف الدين الجزيري قديش عانى في تونس، قديش تلقى صعوبات في تونس، قديش تلقى انتقادات في تونس. سيف الدين الجزيري متكون في نادي كبير جدا اللي هو النادي الافريقي، النادي الافريقي فريق وراه قاعده جماهيريه كبيره جدا، وراه ضغط كبير جدا، ولا تنتظر اللاعب حتى يصقل مواهبه، ما عندهمش الجماهير الا صبر، فكانت قاسيه جدا على سيف الدين الجزيري عند صعوده في الفتره الاولى مع فريق الاكابر، تلقى الشتائم، تلقى التنمر من جماهير النادي الافريقي، تلقى صعوبات كانت كبيره جدا لسيف الدين الجزيري مع النادي الافريقي، ثم وقعت اعارته لعدد من الانديه هنا في تونس، انديه الصف الثاني، ليس الدرجه الثانيه، انديه الصف الثاني بتاع وسط الترتيب مثل ملعب الجيبسي، مثل اتحاد بن قردان، مثل عديد من الانديه، وقعت زاد اعارته لنادي طنطا، ثم كانت نقطه الانطلاقه في مصر طنطا، ثم المقاولون العرب، من ثم المقاولون العرب كان اداء استثنائي ومستقر خاصه، ومنه كان الى الزمالك، حاليا سيف الدين الجزيري اساسي مع الزمالك، مع باتريس كاتينو، مع بن شربي، مع زيزو، مع نجوم نادي الزمالك، وهذا انجر وشفنا انعكاسه على المنتخب الوطني التونسي، برافو لسيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري هو سكسس ستوري، قصه نجاح ممتازه جدا. والانطباعات بقى ايه دلوقتي بعد القصه الصعبه اللي حضرتك حكيتها دي؟ انطباعات بقى الناس دلوقتي او الشارع التونسي بيتكلم عن سيف الجزيري ازاي، والاعلام التونسي بيتكلم، انت الحقيقه ذكرت نقطه مهمه، قصه نجاح، فدي اكيد يعني اتحط عليها الضوء بشكل كبير.
نحن فخورون جدا بسيف الدين الجزيري، كل الجماهير التونسيه فخوره بسيف الدين الجزيري وبما يقدمه سيف الدين الجزيري. هو هداف البطوله وما عندوش ماضي كبير مع المنتخب الوطني التونسي، من تقريبا 8 ولا 9 شهور وجهت له الدعوه الاولى للمنتخب الوطني التونسي، وحاليا سجل الحقيقه 8 أو 9 أهداف مع المنتخب في فتره قصيره جدا. هذا يتسمى ريكور لسيف الدين الجزيري، برافو. الناس الكل فخورين بسيف الدين الجزيري، والمنتخب التونسي في حاجه لمهاجم رأس حربة زي سيف الدين الجزيري، فالوجود سيكون مهم جدا للمنتخب الوطني التونسي كما قلت، ليس فقط للبطولة العربية حاليا وكذلك للمستقبل للبطولة الأفريقية، وخاصة لتصفية كأس العالم. الهدف الأول هو التأهل السادس لكأس العالم يعني للمنتخب التونسي. يعني نقدر نصنفه دلوقتي أنه هو المهاجم الأول لتونس لو حطينا ترتيب المهاجمين، تقدر تصنف سيف الجزيري أنه هو المهاجم الأول. الحقيقة أنت عندك برضو فخر الدين يوسف من اللعيبه المميزه، لكن لو صنفنا مثلا واللعيبه المحترفين لما يجوا، هل سيف الدين الجزيري نقدر نقول اللي هو اللعيب رقم واحد في فكره مركز راس الحربه في كاس الامم الافريقيه في المرحله النهائيه للتصفيات؟ هو حاليا منطقيا سيف الدين الجزيري هو رقم واحد. كذلك عندنا وهبي الخازن لاعب سانت اتيان، زاد ينجم يلعب في مركز راس حربه لكنه ليس الموقع الاساسي نتاعو، يلعب خلف المهاجم وهبي الخازني. الخيار الاول بالمنطق هو سيف الدين الجزيري، لكن هنالك عديد من المهاجمين اللي يمروا بفتره فراغ نوعا ما، عندهم نفس الخصام تاع سيف الدين الجزيري وممكن حتى افضل. نذكر على سبيل الذكر طه ياسين الخميسي، نذكر على سبيل الذكر كذلك فراس الشواط، ملاعبين ينجموا يكونوا في المنتخب الوطني التونسي. بالنسبه لفخر الدين الجزيري، فخر الدين بن يوسف ليس لاعب راس حربه، هو اكثر لاعب رواق ايمن اكثر منه راس حربه بالنسبه للمنتخب. تمام. هم كل الشكر طبعا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا للاعلامي التونسي الاستاذ ايمن زاروق، بشكر شكرا جزيلا وان شاء الله كل التوفيق المباراة بكره، ونشوفها مباراه كبيره طبعا تليق بمنتخبين كبار، ونشوفها مباراه نستمتع بيها جميعا. كل الشكر لحضرتك. طيب كده يمكن كل كلامنا انتهى في الفقره دي، فقره اخبار وبعض المكالمات التليفونيه وزوم، حاجات مهمه جدا بما يخص كاس العرب. خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم المحلل الرياضي الاستاذ احمد عباس والمحلل الرياضي الاستاذ عطيه عبد الخالق، نتكلم معاهم بالتفصيل اكتر واكتر عن رؤيتهم لمباراه بكره، ممكن من زوايا ارقام، بعض مجهزين لنا بعض الحاجات كده نتناقش معاهم فيها. استنونا بعد الفاصل. يتطلع المنتخب المصري الأول لكرة القدم لمصالحة جماهيره وأنصاره خلال مواجهة نظيره القطري غدا السبت في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب 2021. ويلعب المنتخب المصري مباراة البرونزية بعد وداع المسابقة من الدور نصف النهائي إثر الخسارة على يد المنتخب التونسي بهدف دون رد، ويخوض المنتخب القطري المواجهة بعدما أقصي من الدور نصف النهائي في مواجهة نظيره الجزائري. وأتم منتخبنا القومي استعداداته لمواجهة العنابي صاحب الأرض والتنظيم، محملا بالعزيمة والإصرار والرغبة القوية في انتزاع الفوز وتحقيق المركز الثالث. وحقق منتخب مصر لقب البطولة في نسخة عام 1992 بسوريا، كما نال المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة 1988 بالأردن. ويأمل المنتخب المصري تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش في استعادة نغمة الانتصارات خلال مواجهة قطر، والعودة إلى أرض الوطن بالميدالية البرونزية وتعويض خسارة مباراة الدور نصف النهائي. وتعددت مكاسب المنتخب المصري من المشاركة بشكل عام في منافسات كأس العرب نسخة قطر 2021، والتي جاءت على رأسها إفراز عدد من النجوم الذين عبروا عن موهبتهم وجدارتهم في تمثيل المنتخب القومي، واكتساب العديد من الخبرات الدولية في مقدمتهم أسامة فيصل وحسين فيصل وأحمد ياسين ومروان داود ومروان حمدي، بالإضافة إلى عمر كمال عبد الواحد.
نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل طبعا المحلل الكروي الاستاذ احمد عباس. نورس احمد، اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين قناه نيزا. الحمد لله الحمد لله. الاستاذ عطيه عبد الخالق، منورنا استاذ حبيبي يا كابتن مصر. والله مبسوط ان انا معاك النهارده، وحد من الجيل التاريخي نادي الزمالك اللي حببنا في الزمالك وحببنا في تشجيع الزمالك. ربنا يخليكم، انتوا منورينا طبعا ومنورينا الحقيقه في قناه نادي الزمالك. الحقيقه ان النهارده يمكن اتكلم مع ناس التايتل المحلل الكروي، بس ممكن يكون ليك رؤيه مختلفة. يعني التحليل دلوقتي بقى كذا حاجة، بقينا بنشوف أرقامه، بقينا بنشوف تحليل فني، وبقى كمان بنشوف تحليل ساعات نفسي، وبنشوف أبعاد كتيرة جدا جدا جدا. فكرة التحليل بقى ليها أكتر من زاوية. هبدأ مع أحمد عشان زي ما قلت حضرتك نبدأ بالسن الأول. طيب لو عايز أقول لك يا أحمد، مثلا أنت شفت أنت من وجهة نظرك إيه، أو إيه الحاجات اللي ممكن تكون حطيت عليها كده هايلايتس أو خطوط مهمة جدا لمباراة مصر قدام تونس؟ طيب خلينا نقول الأول بس الإيجابيات بتاعت التجربة بتاعت مشاركة مصر في كأس العرب. احنا مش أي حاجة هنقولها دلوقتي، احنا مش ضد أي حد، احنا لا ننتقد بل ننقد للبناء، ننقد لإصلاح الأخطاء، عشان ما حدش يقول احنا جايين نهاجم او جايين واخدين اتجاه واحد ان احنا نتكلم بشكل سيء عن حد خالص يعني. طيب خلينا بس الاول هنستعرض بعض الارقام الصغيره اللي كانت موجوده في مواجهه مصر وتونس. هنلاقي ان في كارثه موجوده من الارقام دي. احنا هنستعرض سريعا كده التسديد على المرمى، تونس سددت 12 تسديده، مصر 8 والاثنين كان في 3 على المرمى. هنلاقي هنقف عند النقطه دي، هنلاقي ان تونس عملت على مصر 26 كوره عرضيه، في المقابل منتخب مصر عمل على تونس 8 عرضيات فقط لا غير. دي بكرات ثابته ولا بكرات متحركه؟ ده كل الكره عرضيه، سواء كرات ثابته او كورنر او كره متحركه. الحقيقه كانت اخطر حاجه علينا كورنر زي طبعا كرات ثابته. وهاخد من كلامك ده نقطه مهمه قوي، ان احنا دفاعيا التمركز فيه خطا كبير جدا، وان كان التمركز جيد فالرقابه فيها خطا كبير جدا. احنا مع اول 3 4 دقائق اتلعب علينا كورتين عرضيتين، الكورتين العرضيتين دول مهاجمين تونس قدروا ان هم يشكلوا بيهم خطوره على مرمى منتخب مصر. خليني اقول لك كمان ان ال 26 كره عرضيه منتخب مصر استخلص منهم 8 فقط، في المقابل استقبل مهاجمين تونس او لعيبه تونس 18 كره عرضيه شكلوا منهم خطوره على مرمى مصر. وده ان دل يدل على حاجه انا بشوف ان هي نقطه لازم نقف عليها. في عيب موجود في النواحي الدفاعيه على الاطراف لازم نقف عليها. النهارده انا كراجل بلعب باك ليفت، انا دوري الاساسي والرئيسي الاول هو الدور الدفاعي، مطلوب مني تكمله هجوميه، فده اكسترا بعمله عن البوزيشن بتاعي. ولكن في النهايه لازم انا ابقى واقف في البوزيشن الصح، ابقى بادي دوري الاساسي اللي هو ان انا امنع الهاف بتاع تونس او الهاف رايت او الهاف ليفت ان هو يشكل خطوره بكوره عرضيه علينا. في المجمل زي ما قلت لك ايجابيات المشاركه في البطوله، ان انا النهارده بطوله مشابهه اللي هي البطولات المجمعه. كتير من اللعيبه دي ما لعبش بطوله مجمعه وقعد 3 4 ماتشات بيلعب كل يومين ماتش، فدي انت داخل على بطوله كبيره زي كاس امم افريقيه، فانت النهارده حصل لك ادابتيشن على فكره ان انا العب ماتش واقعد يومين والعب وهكذا يعني. فانا شايف ان الايجابيات اللي موجوده في التجربه دي ان انا عشت اجواء بطوله مجمعه، بالاضافه طبعا الى بعض العناصر اللي حطها الجهاز الفني وجوه جديده، سواء كانت وجوه صغيره او وجوه كانت موجوده في الدوري المصري وما خدتش فرص. فانا شايف ان ايجابيات البطوله دي معقوله، اما المستوى الفني ده هنتطرق له قدام بقى ان شاء الله يعني واحده واحده. هنتكلم واحده واحده ان شاء الله. استاذ عطيه كنا هنتكلم، يمكن استاذ احمد اتكلم عن ايجابيات سلبيات. لو دخلت معاك انت برضو قول لي رؤيتك ايه، لو فيها تحليل من زاويه معينه عايز تتكلم فيها، ولو عايز تتكلم في الايجابيات والسلبيات شفت المباراه ازاي. طبعا يمكن هاخد من كلام احمد لما اتكلم عن البدايه القويه لمنتخب تونس من اول دقيقه. انت عارف اول دقيقه في الماتشات اول 5 دقايق بتبقى فيها جس نبض وبتاع، ان اول دقيقه بتروح تجيب كوبايه الشاي بتاعتك وعبال ما بتقعد وبتاع تبقى عارف ان لسه الدنيا مش هتسخن قوي. اول دقيقه المنتخب التونسي بيسنتر الكوره، ما اعرفش خدتوا بالكم اللقطه دي ولا لا، وبدل ما يرجع الكوره لورا زي اي لا بيهاجم وعايز يبني هجمه. فاللقطه دي ما اعرفش هل هي خضت اللعيبه بتاعتنا، ولا احنا كنا نازل نلعب كده اصلا ان احنا نستنزف قوه المنتخب التونسي، ولا لو احنا نازلين نلعب كده فدي مشكله ان انت ما عندكش ما اظهرتش الرغبه في ان انت تحسم الماتش بدري. لو احنا اتخضينا فدي مشكله اكبر بقى، لان انت لما تتخض من منتخب تونس وبطوله زي كاس العرب، طب لما تقع بقى مع الجزائر مع المغرب في ماتش فاينل كاس عالم طب هتعمل ايه؟ فاحيانا ما حسيتش بخضه يعني. لا يعني انا يعني حسيت ان الماتش مقفول، انت طول الشوط الاولاني ما اظهرتش خطوره غير في الاخر يعني طول ولا هم بس هم كانوا اشرس كرات الثابته بس بكتير. طب ما هي كرات الثابته دي ضعف، نقطه ضعف عندك في المنتخب، مش محتاجه مدرب كبير، مش محتاجه كوتش كبير بيلعبك عشان يعرف ان انت عندك ويكنس في الحته دي او نقطه ضعف في الحته دي فهلعب عليها. لا ده انت من اول كرات زي ما احمد بيتكلم كره في الكره في الدقيقه 88 الكورنر سيف الجزيري بيطلع بينط وسط 5 كان الصوره مش عارف وسط 5 وبيطلع بياخد التيكوف وبيطلع يلعبها، كان ممكن تخلص الماتش. فالكرات وفعلا الماتش خلص بكره ثابته.
فيعني لكن اجمالا انا بتفق طبعا مع احمد انه احنا ما كسبنا في البطوله اكبر بكتير من اللي احنا زي. احنا كل الانتقادات الموجهه لكروش والجهاز المعاون اكبر بكتير جدا من حجم البطوله واهميتها، طبعا مع احترامنا لكل الناس، ولكن البطوله في النهايه شرفيه وديه، ده بتحتك بمنتخبات، مش عارف تجهيز اللعيبه، تكتشف وجوه جديده، ولا يوجد احد من الناس اللي كانت بتنتقد اللي بتنتقد دلوقتي كان يقول لك احنا هنروح نكسب كاس العرب. يعني انا مش فاكر ان في حد قال لك احنا هنطلع نكسب كاس العرب، انا فاكر ان الناس كانت بتقول هنطلع تاني في المجموعه بعد الجزائر وصدور الثمانيه المغرب مش عارف، ما كنا هنطلع صح ولا لا؟ النهارده انت بتوصل سيمي فاينل، عندك فرصه تلعب على الثالث، فدي كلها حاجات انا شايف ان احنا ايجابيات، وشايف الانتقادات اكبر من حجم يعني ما خسرناش كتير يعني في البطوله دي. طيب دي ايجابيات، طب لو حبيت اتكلم على السلبيات. طيب انا بدات الاول بالايجابيات عشان الناس ما تزعلش مني، يعني قلت ان البطوله ايجابياتها ان احنا بطوله مجمعه وان لعيبه وجوه جديده، بس خلينا بقى نقف عند نقطه مهمه جدا وهي فكره نغمه المدير الفني ما حدش يحاسبه، المدير الفني جاي يصنع جيل، المدير الفني بيعد لنا جيل لقدام. قبل اي حاجه منتخب مصر منتخب كبير مش منتخب صغير، منتخب مصر عنده ما يكفي من التاريخ اللي يخليه دايما مصنف ودايما مرشح، فاحنا النهارده جايين بنصنع جيل او بنحط عناصر جديده في توقيت انا عندي بطوله كبيره زي كاس الامم الافريقيه، انا عندي مباراه فاصله زي مباراه كاس العالم، انا 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 كراجل مدرب انا بعيد عن حتى التحليل، في توقيتات معينه انا اقدر ادفع بيها فيها بلعيبه، في توقيتات لا، في توقيتات تحرق لعيبه، انت حضرتك لعيب كره كبير وعارف، انا مدير فني ممكن يحط لي في توقيت التوقيت ده يساعدني على التالق ويحطني في توقيت تحت ستريس جامد جدا فانا ما اظهرش بالشكل الجيد، تمام؟ فاحنا بدايه كده اولا فكره اللامركزيه اللي معموله في الثلث الهجومي مع لعيبه اوريدي اصلا هم عندهم واجبات مهمه جدا جدا في الثلث الهجومي، فده خطا كبير جدا. مين فينا يقول بدايه من القائمه اللي اعلنت، مين فينا يقول ان طارق حامد ما يبقاش موجود في منتخب مصر؟ مع كامل الاحترام لكل الاراء ومع كامل الاحترام لكل الناس، بعد ما دخلنا البطوله وبعد ما حسينا قد ايه ان احنا ما كانش عندنا القدره على السيطره على التلت بتاع نص الملعب ده تماما، ومش بس المصريين اللي قالوا ده، يمكن حتى مجموعه من المحللين في بعض القنوات قالوا ان اسوأ فتره لمنتخب مصر في نص الملعب كان في البطوله دي، فبدايه من الاختيارات واستبعاد بعض العناصر الاساسيه، يعني مين في مصر ينكر سواء كان انتمائه ايه ان طارق حامد واحد من اهم العناصر الموجوده في نص الملعب على مدار 5-6 سنين، راجل بيديك مستوى جيد ومستوى ثابت، حتى لو مش هتاخد طارق حامد وتلعبه اساسي على الاقل يكون بديل، احنا ما بنقولش ان احنا بنفرض حاجه، فبدايه من الاختيار مع طبعا ناهيك عن رمضان صبحي عن مجموعه بقى من اللاعبين اللي انا مش هذكرهم كتير يعني، ولكن تعالى بقى بيراميدز عندها ظروف ولكن تعالى بقى النهارده انا كمدير فني بحتاج ايه من اللعيب؟ انا بحتاج ان انا اوظف اللعيب بحيث ان يديني اقصى ما عنده في البلان اللي انا برسمها، انا النهارده مدير فني عندي بلان، فبجيب العناصر اللي المفروض ان هي بتادي الواجبات اللي انا حاططها لهم في الخطه بتاعته. طيب النهارده محمد شريف واحد من افضل المهاجمين الموجودين في مصر، تمام؟ مين يقول ان انا اشيل محمد شريف من مركز راس الحربه الصريح والعبه على الطرف؟ طيب الراجل بقاله سنتين بيادي بشكل كويس قوي وهداف الدوري. انا مش مع الناس اللي بتنتقد مروان حمدي تماما، مروان حمدي لعيب مجتهد ولعيب جيد، ولكن قد يكون الظروف اللي بيلعب فيها غير ملائمه، بمعنى انا النهارده كمدير فني بلاعب فرقه بحتاج خطه معينه اشتغل بيها، انا عندي فرقه بتلعب ضغط عالي فمحتاج ان انا العب كرات طويله فمحتاج فروت محطه، طب لو فرقه نازله يبقى محتاج ان انا اشتغل كره على الارض ومحتاج فروت حريف عشان لو راح واحد على واحد يروح، لكن النهارده كروش بيلعب بمروان حمدي غصبا عن اي حد، انا هلعب بالفروت ده بكل المتغيرات اللي موجوده في المباريات بكل الفرق اللي انا بلعبها، لكن انا المفروض يبقى مرونه الفكر بتاعتي على حسب الاجواء اللي انا بلعبها، يعني الاسترايك اللي انا بختاره على حسب الفرقه اللي بتلعب معايا، لكن النهارده انت هو خط واحد انا واخده، انا بلعب مروان حمدي كل الماتشات سواء بقى الفرقه بتاعتي دي الفرقه اللي قدامي دي بتهاجمني الفرقه دي بتدافع، طب ما ده غلط. طب يعني لو عددنا مثلا او رتبنا كلمه سلبيات شايف ان ممكن رقم يكون واحد توقيت مشاكل بعض النجوم رقم واحد القايمه من الاول في عناصر كانت المفروض تخش بس احنا خلاص هنقفل دي لان احنا خلاص رحنا بدول. تاني حاجه تغيير مراكز اللاعبين في وقت ما ينفعش، انا النهارده قدامي على كاس الامم الافريقيه اقل من 15 يوم، هجيب النهارده لعيب ويحصل له زي ما قلت لك ادابتيشن او تكيف على مركز هو مش بتاعه؟ طب ما انت النهارده هيظهر بشكل سيء. وفكره الاصرار على لاعبين مستواهم قليل النهارده مثلا مصطفى فتحي لعيب كبير جدا ولكن كان غير موفق، اصراري عليه خلى الجمهور كله يزوم على مصطفى فتحي، مروان حمدي لعيب كويس قوي بس ما كانش موفق، ما اثرش على مصطفى فتحي، مصطفى فتحي نزل اخر ربع ساعه انا بتكلم في المباراه اللي قبلها الناس بدات تنتقد مصطفى فتحي مش لعيب دولي والنغمه دي نغمه سيئه جدا جدا، وفكره الكلب مكيالين ان ده لعيب بيلعب في حته فانا هدعمه ده لعيب بيلعب في حته ثانيه فانا مش هدعمه، ولكن زي ما قلت لك لقى نقد كبير قوي، فالنهارده خلاص انا حسيت ان مصطفى فتحي ممكن يتاثر بالحته النفسيه دي ما اروح مقعده. الثالث ايه تاني ممكن الثالث اصرار على
لعيبه مثلا حسين فيصل لعيب جيد جدا جدا، ولكن خلاص هو اداني في الوقت اللي ينفع يديني فيه، لكن تحت ضغط انا محتاج خبرات، محتاج لعيب اكبر سنا، حتى لو مش خبرات بس هو اكبر سنا. كان ممكن ابدا باحمد رفعت، كان مهم جدا ان يكون لي دور، وانت كنت بتلعبه معاك طول الفتره اللي فاتت دي ليه؟ تمام. بالاضافه ان انا نص الملعب ما كانش فيه واجبات، ما كانش فيه، ما تحسش ان في حد واخد واجبات بينفذها او بيأديها. بالاضافه زي ما قلنا ان فرقه تونس وفرقه مصر كانت تقريبا نفس القوه 50-50، الاثنين كانوا ظاهرين. ما كانش المباراه كانت فيها فنيات كتير يعني. يعني عايز اقول لك على حاجه من الاخطاء اللي انا شفتها ومن الحاجات اللي ما خلتش ليها شكل هجومي. زيزو بيلعب ناحيه رايت، تمام، يعني زيزو الواجب بتاعه هو يستلم ناحيه الخط، ناحيه ايه، ناحيه اللاين، مش ما ينزلش يستلم نص الملعب. احنا لعيبه نص الملعب ما كانتش بتادي الادوار، فكان بيضطر زيزو ان هو ينزل لنص الملعب. يمكن كان معايا صوره، بيضطر ينزل لحد نص الملعب عشان يستلم، ما ده بيفقده 50% من القوه الهجوميه بتاعته. احنا واحنا ناشئين كان المدرب بيقول لك خلي رجلك عجيل لو تفتكر، انك تستلم ناحيه اللاين. فالبادي بوزيشن بتاعك يبقى صح انك تروح. لكن النهارده كان بينزل هو يادي دور مش بتاعه، فما كانش فيه فعاليه. طب لو رحت للاستاذ عطيه وكلمنا عن الايجابيات شويه من وجهه نظرك، صح؟ صحيح. انا قلت لك السلبيات من وجهه نظرك. يعني هو الاول هرد على كلام النقط اللي عباس اتكلم فيها في نقط معينه. النهارده لو مش هجرب في وهاخد اسماء اديها الخبرات والاحتكاكات دي في بطوله شرفيه وديه زي دي، هجرب امتى؟ انا النهارده راجل في نفس الوقت احنا بنتكلم على ده المنتخب. هل كيروش استلم المنتخب جامد جدا وبيكسب اي حد وليه هويه وبعدين هو خده وقعه؟ الاجابه لا. ان انت استلمت منتخب في وقت صعب جدا، منتخب ملوش هويه ملوش شكل، النهارده بتلعب اداء قوي جدا قدام الجزائر، بتلعب اداء بتقدر تعود في الماتش قدام الاردن رغم ان اتعمل عليك شوط اول قوي جدا، ولكن بتعود في الاداء. فبقى اصبح عندك شخصيه، اصبح عندك اكتشاف لعيبه جديده زي عمر مرموش. طبعا مين يتكلم على عمر مرموش دلوقتي اللي هو اكتشاف كيروش. فاصبح عندك في كذا ايجابيه من كروش. طب دي النقطه بتاعت الاسماء واعلان الاسماء، لانه طبيعي ان انا كراجل كوتش رايح بطوله وديه هجرب اعمل ايه. لكن لما هنيجي في الرسمي، لما هنيجي نلعب افريقيا، لما هنيجي نلعب ماتش الكاس العالم، طبيعي الثلاثي الهجومي مش هيبقى فيه موجود كلام. أنا اسف لو هقول حاجه صغيره بس معلش يعني. انا رايح بطوله وديه وبجرب، صح؟ صحيح. هو الاعداد بتاع كاس افريقيا ايه غير البطوله دي؟ انا ما عنديش وقت اعمل ماتشات وديه. انا بعد البطوله دي اللعيبه هتروح انديتها تلعب ماتشين وبعد كده هدخل معسكر عشان العب كاس افريقيا. فالطبيعي ان العناصر اللي انا هلعب بيها في كاس افريقيا هي اللي تبقى موجوده، هي اللي تاخد. لكن النهارده انا مش عايز بعد البطوله دي الاقي 15 لعيب بره ال 10 لعيبه. هم 7 لعيبه من اللي بيلعبوا دلوقتي هم هيلعبوا فاينل وهيجي معاهم صلاح انا معاك. بس هل لاعب ما لعبش خالص ماتشات وديه، ماتشات دوليه مع منتخب مصر، هاخده احطه في بطوله زي دي يلعب ماتشين ثلاثه يبقى مؤهل انه يلعب كاس افريقيا؟ ما اعتقدش. هو مين اللي هيلعب افريقيا؟ مين مثلا ما لعبش خالص؟ مثلا حسين فيصل ما لعبش خالص بطولات قبل كده. ما هو دي ده المكسب من وجهه نظر مستر كارلوس كروش، انه عرف في اللعيبه دي ان شافوا احتكاك، شافوا تيشيرت منتخب مصر، شافوا جماهير، شافوا بطوله مجمعه فيها كل يومين ماتش، شافوا الحياه يعني العيشه دي مختلفه. وفي اي وقت هحتاج اللعيب ده، في اي وقت هحتاجه. يبقى انا لما استدعيه ما بقاش بجيبه من الدار للنار زي ما بيقولوا، لا بجيبه هو كان لمس الحته دي، يشارك بالعناصر اللي هي اوريدي اصلا عندها الخبرات الدوليه عشان تؤهل لكاس. لا هو كان كل تصريحاته احمد بيتكلم على ايه؟ بيتكلم ان انا وبنبني جيل جديد، يعني موضوع اللي هي العناصر اللي عندك دي. لا هو بالنسبه لوجهه، انا بكلمك عن وجهه نظر الراجل، تمام. انا مش بقول لك ان انا معاه، لان على فكره مش انا بس اللي مش معاها او غيري. احنا الفتره اللي فاتت شفنا حاله جدل كبيره جدا جدا، حاسين بحاله ايه؟ كل معظم المتخصصين متلخبطين. صح. انت بتلعب ده ليه هنا؟ طب ليه بتلعبه دلوقتي هنا؟ طب ليه ما خدتش ده؟ طب ليه التشكيل مش مظبوط؟ ده نفس اللعيبه دي ممكن تطلع حاجه احسن من كده، لان ملخبط مراكزهم. صح. فما فيش حتى شكل هجومي. كان اختلافي كله او يعني اتفاقي كله معاك وخلافي مع مستر كارلوس كروش ان احنا ما عندناش شكل هجومي. صح. واضح. تثبيت التشكيل مهم جدا. انت النهارده ما تعرفش مين هيلعب، يعني قبل بطوله كاس افريقيا باسبوعين ما تعرفش مين التلت الهجومي، اللهم الا لو المحترفين طبعا. ماشي. هو الجماعه الثلاثه اللي قدام اللي موقعنا طبعا ان هو هيجي هتشيل الكلام ده، هتجيب صلاح ومرموش ومصطفى محمد ونص الملعب. خلاص احنا موجودين عندي فتحي هقف عندي عشان نتكلم فيها بالتفصيل اكتر، وارجع برده عشان اخد رايك فيها اللي انت عايز تتكلم على بعض الحاجات بما يخص مين هيجي ومين هيشتغل. بس استاذنكم اطلع لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم. سالتك لعيبه المنتخب قبل تحديد المركز الثالث والرابع، اقول لهم ان شاء الله ربنا يوفقكم طبعا، ولكن في تاثير طبعا مع اللعيبه، هم عندهم مجهود وعندهم بيلعبوا بيحاولوا ان هم يثبتوا نفسهم، ولكن في شويه تاثير طبعا. تقدر تقول مش هنتكلم في الجهاز الفني. رسالتي للعيبه شد حيلك يا رجاله، اللي جاي ان شاء الله خير، عملتوا اللي عليكم الماتشات اللي فاتت، عايزكم ان شاء الله تلعبوا بكل رجوله وحماس، تمام.
وان شاء الله تحققوا مكسب على قطر وتحققوا المركز الثالث باذن الله. ربنا يقويك يا رجاله ورب وعالي ماتش وعدى وان شاء الله خير واللي جاي احسن وباذن الله في احسن من كده باذن الله يعني وربنا يقويكم وخلوه على الله يعني في الاول وفي الاخر ولعيبه مصر قد الدنيا كلها ربنا يقويكم يا رجاله. ان هم يشدوا حيلهم طبعا وعايزين على الاقل ناخد ثالث يعني بس فهو ده اللي اقدر اقوله لهم يعني ربنا معاهم ويشدوا حيلهم. والله ربنا يوفق اللعيبه في الماتش اللي جاي ماتش مهم برضو وربنا يوفق كده ويبقوا مركز ثالث باذن الله. ورسالتي اليوم لعيبه رجاله وقدت وما شاء الله لعيبه شباب في يوم منهم الشباب كلهم على مستوى خبره كويسه شاب صغير وان شاء الله بتمنى لهم التوفيق الفتره الجايه. والله انا بوجه رساله للمنتخب المنتخب امبارح كان عامل ماتش 100 100 كل اللعيبه كانت كويسه بس ما لناش حظ جون جه في الوقت الضايع فانا بقول لهم يعني ما تزعلوش نفسكم والحمد لله احنا كنا افضل وكويسين وان شاء الله تردونا الماتش ده مع مباراه قطر وان شاء الله نكسب قطر بامر الله. احب اقول للاعيبه ان انتوا كنتوا رجاله وعملتوا اللي عليكم هي خطا وهي الكوره كلها مبنيه على الخطا ان شاء الله الماتش الجاي نقدر نعوض وناخد مركز ثالث على الاقل نبقى طالعين من البطوله بشكل كويس لان احنا كنا افضل وما ينفعش ناخد رابع. شدوا حيلكم وخليكم رجاله لحد اخر نهايه ان شاء الله. رساله اللعيبه اللي هم يشدوا حيلهم وبرجاله الماتش الجاي وينسوا الماتش اللي فات واللي جاي احسن ان شاء الله. مين من اللاعبين في الزمالك قادرين يلعبوا في كذا مركز يحلوا مشكله لاعب تاني يعني غايب؟ في امام عاشور دلوقتي هو موجود بيلعب في نص الملعب معوض بعض الغياب لكن مش كله. في اسلام جابر برضو نفس النظام ممكن يلعب مكان امام عاشور ممكن يلعب طرف. في عبد الشافي ايام فييرا كان بيلعب نص ملعب. في محمد عبد الغني احيانا بيلعب باك يمين. ممكن احمد سيد زيزو برضو يلعب باك يمين بدل ما طالع كده قدام. زيزو ممكن يلعب هاف شمال ممكن يلعب رقم 10 صانع العاب ممكن برضو فتوح ممكن برضو يلعب هاف يمين وهاف ليفت وباك ليفت ومين تاني برضو عبد الله جمعه برضو ممكن يلعب هاف يمين وباك ليفت برضو. ممكن لعيبه الزمالك تلعب في كذا مكان زي عبد الله جمعه ممكن يلعب هاف وممكن يلعب باك رايت وممكن زيزو بيلعب برضو هاف يمين وممكن صانع العاب وأوباما برضو ممكن مهاجم وممكن صانع العاب برضو. والله الزمالك في الحته دي عنده كذا لعيب يقدر يلعب في كذا مركز. عندك امام يعوضوا غياب اي لاعب. ممكن امام يلعب ديفندر هاف باك وزيزو ممكن يلعب في نص الملعب وهاف وممكن باك رايت والناحيه الشمال فتوح ممكن يلعب هاف وباك عبد الله جمعه برده ممكن يلعب هاف وباك. في كذا لعيب يعني الحته دي كويسه في نادي الزمالك يعني ميزه في لعيبه نادي الزمالك في كذا واحد يعني يقدر يلعب في كذا مركز زي زي عوض اي حد يعني زي طارق حامد زي امام عاشور زي امام عاشور ممكن يلعب هاف ديفندر يعني كذا مركز زي زيزو ممكن يقدر يلعب هاف باك رايد صانع العاب يعني في كذا لعيب يعني يقدر يعوض يعني فتوح برضه يقدر يلعب في كذا مركز فكذا واحد يعني يلعب في كذا مركز. ميزه الزمالك ان هو بيمتلك تشكيله من اللعيبه ما شاء الله عليها يعني بتقدر تلعب في كذا مكان زي احمد سيد زيزو زي اوباما. احمد سيد زيزو ممكن يلعب يمين يلعب في نص الملعب تمام ما بين طارق حامد وما بين وصانع لعب. عندنا برضه امام عاشور في كذا حد. امام ممكن يلعب 8 ممكن يلعب برضو يمين. لا في كذا مكان يقدر ان هم يستغلوا فيه اللعب. نرجع مع حضراتكم تاني قبل ما اكمل حديثنا مع ضيوفي. الحقيقه معايا زوم من قطر الصحفي المصري المتواجد في قطر الاستاذ احمد سليم. مساء الخير عليك يا استاذ احمد. مساء الخير يا كابتن محمد وعلى كابتن احمد وكابتن عطيه وجميع الساده المشاهدين. اهلا بيك طبعا ومشرفنا في قناه الزمالك. بس انا عايز ادخل معاك الحقيقه انت متواجد في قطر فاكيد الاجواء مختلفه. عايز اخد انطباعك وانت هناك عن الاجواء وعايز اتكلم عن الجماهير والحضور الجماهيري وازاي استقبلوا الهزيمه من منتخب تونس او الخروج من قبل النهائي المباراه الاخيره. عايزك تحكي لي عن المشهد من عندك.
بداية اليوم كان بالنسبة للمنتخب كان في تدريب صباحي يمكن حوالي الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة من أجل التجهيز لمباراة منتخب قطر على تحديد المركز السادس. طبعا مباراة مهمة بالنسبة للمنتخب المصري من أجل التعويض عن الخسارة أمام منتخب تونس. يمكن الانطباعات كانت طبعا جميع الجماهير خرجت غير راضية، خاصة أن المنتخب المصري كان الأقرب إلى حسم هذه المباراة، وتحصلنا على أكثر من فرصة من أجل تسجيل قبل الهدف. يمكن بالدقائق كان لدينا فرصة مهمة جدا لو سجلت كانت الأمور تغيرت. الجميع شعر بصدمة، خاصة أن الهدف جاء بشكل مباغت، وفي الدقائق خلاص الوقت الأصلي والإضافي أصلا انتهى يمكن بعد دقيقة أو دقيقة ونص من الوقت الإضافي، وبالتالي كان هناك صدمة كبيرة. لكن هذه هي كرة القدم، والجميع يعرف أن دايما مش بتبتسم لك أو الحظ لا يقف معك في بعض الأحيان، وبالتالي هناك كانت صدمة من الجماهير. لكن الجماهير تفهمت الأمر سريعا، والجميع ذهب إلى دعم المنتخب في مباراته المقبلة أمام المنتخب. ده اللي خلينا نسأل حضرتك فعلا يا أستاذ أحمد، هل في مثلا أخبار تعرفها عن تحركات الجماهير بكرة بما يخص مباراة قطر، الحضور الجماهيري، التذاكر، كل الأمور دي؟ خاصة الحقيقة الجمهور المصري من أنجح أو من أكبر الجاليات اللي كانت موجودة هناك، شايف لها ليها دور وحضور وتأثير كبير جدا جدا على البطولة بشكل عام، مش بس على ماتشات منتخب مصر. حضورهم عامل شكل مختلف تماما. ده بكره ان شاء الله اللي متوقع نشوفه او حركه بيع التذاكر ان شاء الله بالنسبه للجماهير. بالتاكيد هي الفتره اللي فاتت او خلال البطوله كانت الرقم الصعب في البطوله، اثبتت انها فعلا جماهير واعيه ولديها الحس الكبير بالحس الوطني الكبير. الفترة الأخيرة طبعا الجماهير كانت حاضرة بقوة وعدد كبير جدا، كانت الغالبة لها في المدرجات، يمكن ما عدا المباراة الأخيرة مباراة تونس كان حصل بعض الأمور في مشاكل في حجز التذاكر أونلاين عن طريق حساب الفيفا، لكن الجماهير المصرية كانت فعلا متواجدة بقوة. غدا المباراة ستكون في حوالي الساعة الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة، هو توقيت صعب شوية، لكن احنا شايفين تحركات جماهيرية ان شاء الله بيكون الجمهور حاضر بكرة ان شاء الله لدعم المنتخب بالرغم من التوقيت الصعب للمباراة. ده توقيت صعب جدا، بس بكرة اجازة اعتقد صح عشان في العيد العيد القومي. ايوه لسه بقول لحضرتك، يمكن بكرة اليوم اجازة واليوم الوطني لدولة قطر، وبالتالي ان شاء الله هنلاقي ان شاء الله حضور جيد ان شاء الله للجماهير بكرة من اجل مساندة المنتخب، الا ان بعض الجماهير تشعر بالغضب قليلا من المباراه الاخيره وجالها نوع من الاحباط، لكن ان شاء الله بيكون ان شاء الله داعمين كما عهدناها دائما ان شاء الله في مباراه الغد. طب مستر كارلوس كروش كان في مؤتمر صحفي ذكر ان في لعيبه مثلا، وذكر اسامي لعيبه من عندها 15 سنه بقى لها 7 8 9 سنين ما شافتش حضور جماهيري بالكثافه دي او ما لعبتش قدام الجماهير. ده انتوا على الحقيقه لامسينه، حاسين ان مثلا في بعض اللاعبين الصغيرين مخضوضين من مشهد الجماهير، في ضغوط حقيقيه مثلا موجوده في الملعب في ارضيه الملعب نفسها، لان مستر كارلوس كروش حط سبوت على النقطه دي؟ والله هو اتكلم فعلا في النقطه دي، قال اللي عندي لاعبين لسه اول مره يلعبوا في المنتخب، دي فرصه لتجربه اللاعبين. لكن انا من خلال المباريات انا بصراحه شايف ان منتخب مصر على بخصوص الاسماء او على الاسماء الموجوده في المنتخب قدم بطوله كبيره، والجماهير كانت حافز للاعبين دي. احنا شفنا مستوى مميز، ظهور اكثر من نجم لم يتوقع ظهورهم، يمكن بنتكلم على احمد ياسين، حسين فيصل، عمر كمال، يمكن بنتكلم على مجموعه من اللاعبين ظهروا واثبتوا لهم اسماء، يمكن اصبح البعض في الدول العربيه يردد هذه الاسماء انها موجوده بقوه وانها نجم ساطع في البطوله، ويتكلموا عن الاهداف الجميله اللي سجلها احمد رفعت، هدف جميل، هدف رائع، يمكن من اجمل اهداف البطوله. الجماهير يمكن اعطت حافز اضافي للاعبين، صحيح قد تكون المواجهه الاولى او البطوله الاولى لبعض اللاعبين، لكن هنتكلم على من ناحيه الخبره، اذا كان هذا النوع يبقى من خلال الخبره وليس من خلال الخوف او التخوف من الجماهير، بالعكس كان حافز كبير، وشفنا اداء راقي فعلا واداء حماسي بالنسبه للاعبين في الملعب. لكن يمكن المدرب بيحاول يخفف الضغط عن اللاعبين، عنده مباراه مهمه، هو بيقول ان الفوز او الخساره ليست في قاموسي، لا اعرف شيء عن الخساره، قال اللي احنا بنتعلم من الاخطاء، اذا في حاله ان خسرنا مباراه بنتعلم من الاخطاء،
ونعالجها في المباراة القادمة. لكن هو أكد على أن المباراة مهمة بالنسبة له وأن هو عايز يفوز بالمركز الثالث لتعويض الجماهير المصرية. لكن بشكل عام المباراة ستكون صعبة للغاية. إذا كان المنتخب المصري عايز يعوض جماهيره، المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور والمستضيف للبطولة يلعب على المركز الثالث، هو أيضا يريد أن يعوض جماهيره ويعوض الإخفاق في التأهل للمباراة النهائية. وأيضا هو يعني منتخب متمرس، يمكن بيشوفناه لعب في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال، شفناه لعب في كوبا أمريكا الكأس الذهبية، منتخب لديه خبرة كبيرة بالرغم من أن يعني الأعمار السنية ليس كبيرة في المنتخب القطري، لكن لديه خبرة كبيرة من خلال المدارس المختلفة التي لعب أمامها. وكما أن غدا اليوم الوطني أيضا لدولة قطر، وبالتالي المنتخب القطري يريد أن يهدي الفوز للشعب القطري في هذا اليوم. فبالتالي المباراة ستكون صعبة جدا على المنتخب المصري بالرغم من الحوافز. يمكن اليوم شفنا المدرب والجهاز الفني كله يسعى لرفع اللاعبين أو إبعاد اللاعبين على الضغوط ورفع الحالة المعنوية ومحاولة نسيان الخسارة في أمام تونس. يمكن الجميع يشعر بالحزن لأن الخسارة فعلا المنتخب المصري لا يستحق فعلا أنه يخسر في هذه المباراة، كان ندا قويا. يمكن لو نظرنا للفرق المتأهلة للمربع يمكن نلاقي المنتخب التونسي يمكن الأقل فنيا مع احترامنا للمنتخب التونسي، لكن على مستوى الأداء وعلى مستوى النتائج التي مرت في البطولة المنتخب التونسي لم يكن أفضل المنتخبات في المربع الذهبي. وبالتالي كان الجميع يعول تأهل منتخب مصر بشكل أساسي ثم الخيار بين منتخب قطر والجزائر على أساس منتخبين من الفرق المميزة في البطولة. لكن شاءت الأقدار أن يلتقي غدا إن شاء الله المنتخب المصري مع المنتخب القطري على المركز الثالث، إن شاء الله يكون الفوز لمصر. ده خليني أسألك سؤال يا استاذ احمد، يمكن كنت عايز اعرف يعني وصفتها مباراه الحقيقه مش سهله وكل الشوايب بتقول انها مباراه مش سهله، بس عايز اعرف توقعات الشارع القطري او المحللين للمباراه دي ايه؟ يعني شايف ان الكفه امن بيقولوا مين ممكن يكسب؟ لان الحقيقه يمكن التاريخ ممكن يصب لمصلحة الكرة المصرية مثلا، لكن الاستعدادات اللي شفناها الفترة اللي فاتت وشكل المنتخب القطري بالشكل الجديد اللي شفناه من التنظيم ومن من خمس ست سنين مجموعة بتلعب مع بعض متجانسة والاداء واحتكوا في اكتر من بطولة، تحس ان التوقعات بتصب في مصلحه مين بكره؟ والله حسب الانطباعات اللي احنا خدناها من الجميع حتى المحللين والصحف الكل يؤكد انها مباراه صعبه يصعب التوقع فيها. المنتخب المصري كان مرشح للفوز بلقب البطوله او الوصول للمباراه النهائيه وايضا المنتخب القطري، وبالتالي الجميع هنا سواء حتى لاعبين قدامى سواء محللين يعرف جيدا ان المباراه بالتاكيد صعبة للغاية. إن كانت المباراة تصب قليلا في صالح المنتخب القطري على أساس المنتخب القطري أكثر خبرة وأكثر دراية مع وجود بعض الأسماء المعروفة في المنتخب القطري مثل أكرم عفيف، معز علي هداف آسيا، أكرم عفيف حصل قبل كده على أفضل لاعب في آسيا، عبد الكريم حسن حصل على أفضل لاعب في آسيا، لديهم مجموعة مميزة من اللاعبين. لكن إن شاء الله بالروح والحماس. يمكن أنا عايز أقول لحضرتك يا كابتن محمد إن المنتخب المصري او منتخبنا يعني تقدم بطوله كبيره من خلال الروح والحماس، هو ده اللي فارق فعلا مع منتخبنا في هذه البطوله، بيقدم فعلا بطوله يعني مميزه للغايه وقتاليه، عندهم اصرار وعندهم حماس، ده كله استمدوا من الحضور الجماهيري والاهتمام الكبير الاعلامي الكبير بالمنتخب، وبالتالي قد تعود هذه الفوارق على اعتبار ان هناك بعض اللاعبين الذين يشاركون زي ما حضرتك قلت للمره الاولى مع المنتخب يلعبون المره الاولى، لكن بصوره عامه المنتخب حقق مكاسب كبيره جدا من خلال المشاركه في هذه البطوله من خلال اكتشاف اسماء جدد. يمكن طرق لعب صحيح الجميع اختلف عليها مع مستر كيروش، لكن في النهايه هي تجربه، هي بطوله من الاساس كانت من اجل التجربه، من اجل خوض عدد مباريات اكثر مع المنتخب، من اجل التعرف على بعض اللاعبين الجدد. ما اعتقدش ان كان الهدف الاساسي هو الفوز باللقب، لكن نتائج المنتخب والحماس والروح اللي لعب بيها هو ده اللي حفز الجماهير ورفع سقف الطموحات من اجل التتويج بكره بقى ان شاء الله. ربنا يكرم يا رب ان شاء الله، ونشوفها مباراه قويه طبعا تليق باسم الفرقتين، والفرقتين مستعدين بشكل جيد، وطبعا كنا نتمنى يا رب الفوز لمنتخبنا المصري لمصالحه الجماهير والحصول على المركز الثالث. طبعا عموما بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد سليم الصحفي المصري المقيم في قطر، الف شكر لحضرتك يا استاذ. طيب
استاذ عطيه كنا بنكمل كلامنا عن كان ليك ملاحظات على كلام طبعا كنا اتكلمنا على بعض النقط اللي كان عباس اتكلم فيها وهي اول حاجه القائمه اللي تم اعلانها والاسماء. طيب تاني حاجه محمد شريف، توظيف محمد شريف انا عندي وجهه نظر. اولا هل التوظيف ده حاجه جديده ولا بتتعمل؟ لما تيجي بص مثلا على واحد من اكبر مدربين اللي في العالم بيب جوارديولا، محدش يختلف عليه طبعا، عنده جابرييل خيسوس مهاجم البرازيل، الراجل هو اصلا ما عندوش فيرود، ما عندوش راس حربه في القائمه بتاعته، ولكن وظف جابرييل خيسوس ناحيه اليمين وبيقعد رياض محرز على الدكه عشان خاطر يلعب خيسوس في الناحيه دي، والراجل بيأدي فلقى له مركز جديد. حاجه اللي بيعمله برضو ديفيد مويس مع ويست هام، عنده مهاجم قوي جدا من جامايكا اسمه انطونيو، راجل هداف صندوق رقم 9 بكل ما تحمله كلمه من معنى، ولكن ومع ذلك الراجل بيحطه على الطرف ساعات ويخلي مثلا لعيبه من تحت زي سعيد بن رحمه زي بوين يخشوا يعملوا الواجب الهجومي في ال 18. فدي حاجه مش جديده. طيب الحاجه الثانيه انه محمد شريف ربما يكون الراجل عايز يلاقي له مركز، لانه هو ربما يكون استقر يا احمد على مصطفى محمد كمهاجم في بعض الاوقات. يا كابتن محمد وانت هتتفق معايا في كده انه ممكن يستعين محمد صلاح كراس حربه في بعض المباريات اللي ممكن يكون المنافس بتاعك مهاجم، فممكن يحتاج محمد صلاح، وبالتالي هو علشان خايف على محمد شريف وعلشان حريص ان محمد شريف يبقى موجود معاه فلازم يلاقي له دور. هو متاكد مليون في الميه ان محمد شريف في ال 18 كويس جدا. طيب انا لو انا خدت العيب هو هو ما تطورش معايا في حاجه خلاص، يبقى انا لازم الاقي له مركز تاني في حين ان انا في اي وقت ممكن احتاجه استدعيه في هذه القصه. فدي كان ابرز النقط انت اتكلمت عليها، ويعني الراجل انا شايف ان هو يعني في الانتقادات الموجهه برده مبالغ فيها، ما زلت شايف. انت كمان كنت عايز تكلمني عن في بعض نقاط الضعف صحيح اللي موجوده في تمركزاتنا تقريبا. صحيح التمركز الدفاعي عندنا مشكله كبيره جدا، اتكلمت عليها من شويه في الكرات الاوفرات، زي ما قلت لك مش محتاجه مدرب كبير عشان بيلعبك، عشان لا اي مدرب عارف ان انت عندك مشكله في الكورنرات، عشان كده كان لعيبه تونس حريصه ان هي تاخد كورنرات. بتشوف الاحصائيه بتاعتهم كورنرات 10 مقابل ركنيه واحده المنتخب مصر، لعيب مميز جدا بيعملها، واضح ان هم معتمدين عليها، ان هم بيسعوا ياخدوها الكرات الثابته او الكورنرز بيلعبوا عليها حاجه من اكتر من مره. يعني كان في واحده خطيره جدا في الشوط الاولاني، وكان في واحده اللي هي الدقيقه 88 سيف الجزيره طلع وسط خمسه معرفش غيرها يا جماعه 26 كره عرضيه هم خدوا 18 واحده منهم بالظبط، معنى كده ان هم شغالين عليها وعارفين ان دي ادفانتج عندهم او ميزه عندهم بالظبط، وعارفين ان هي برضه نقطه ضعف عندك، وبالتالي انا لازم استغلها. لو ما استغلش نقطه الضعف بتاعتك غالبا بتيجي من التكمله بتاعت لعيبه نص الملعب، يعني اللي بيلعب الكرات العرضيه هتلاقي سيف الجزيره لاعب كره او كورتين، اما اللعيبه اللي بتلعب الكرات العرضيه بتاعتهم دي هي اللعيبه اللي مكمنه من الثلث بتاع نص الملعب جوه ال 18، وده يمكن ظهر في اول خمس ست دقائق ثلاث اربع كرات. لو يعني كان معانا ماتش كنا هنلاقي ان اللعيبه بتاعت نص الملعب هي اللي بتلعب الكرات مش السترايكرز او الناس اللي بيلعبوا في ثلث الهجوم. برضه كور ثانيه بتلاقي اكرم توفيق في التمركز، تلاقي اكرم توفيق بيضم مع الرباعي بتاع او قلبين الدفاع، فبتلاقي الحته اليمين دي فاضيه خالص، فبرضه دي حته لازم ننبه عليها عشان خاطر زيزو، مش عشان بس كمان المنتخب، عشان كمان لما يجي يرجع يلعب مع الزمالك في ادوار انت لازم تاديها هنا في الحته دي. من كمان الارقام السلبيه اللي عملناها في ماتش تونس واللي يعني شالت علامات الاستفهام على موضوع احمد رفعت، هي فكره المراوغات. لما تيجي تبص على ارقام المراوغات، الرقم اللي انت عامله تونس عامله قده ثلاث مرات، عندهم لعيبه زي حنبعل زي دراجير عامل اكتر من 15 تلت الهجومي محتاجه لعيب حريف. ما انت ما عندك، لا بقول لك تونس عامله ثلاث اضعاف المراوغات بتاعتك، فكان فين بقى الراجل احمد رفعت؟ الدقيقه 88 بتنزل اسامه فيصل في وقت انت امس الحاجه فيه لان انت تنزل احمد رفعت ويحلك. فدي في انتقادات وكل حاجه وفي نقط ضعف طبيعي، مفيش مدرب في الدنيا ما عندوش نقط ضعف، ولكن تقدر تسيطر على الوضع وتقدر تستفيد من التجربه دي في حجمها، ما تديهاش اكبر من حجمها. انا معاك الحقيقه، انا وجهه نظري ان منتخب مصر في البطوله دي عنده مشكله في ثلث الهجوم كبيره يعني. صحيح. طيب عايز نبقى عشان وقتنا عايز اسالكم سؤال سريع يعني نبقى قاعنا اسرع شويه. طب هل نشوف ان اللي شفناه من مستر كارلوس كروش وتصميمه 4 3 3 رغم انه ساعات بيحولها، الانسب لمنتخب مصر يلعب 4 3 3 ولا 4 2 3 1؟ انا وجهه نظري 4 2 3 1، امكانيات لعيبه منتخب مصر بتادي 4 2 3 1 بشكل كويس قوي، زي ما قلت لكم متعودين عليها. فكره ان انا اطبق خطه جديده محتاجه وقت عشان اتعود عليها، فانا وجهه نظري ان احنا نلعب ب 4 2 3 1 صريحه، ولو ظروف المباراه تطلبت ان انا هعمل مشتقات من الخطه دي بيحصل طبيعي، يعني مش انا ما بعملش حاجه اكسترا، يعني ده الطبيعي ان انت لما بتلعب 4 2 3 1، لكن في بعض السيتويشنز في الماتش بتحتاج ان انت تلعب بثلاثه في نص الملعب بتضطر تلعب بيهم، فلازم يبقى في مرونه في الخطه. انا مش من الناس الخطه الصريحه، ما فيش في الدنيا كلها كده، حتى الكره ما فيهاش كده، انت ليك مشتقات وليك حسب ظروف المباراه بيحصل فيها كده. انا قبل ما انسى بس، احنا اتكلمنا عن سلبيات كتير، ولكن عايز اتكلم عن واحده من الاجابات الجامده جدا جدا، وهو احمد فتوح. احمد فتوح لعيب كبير جدا جدا بعيد عن، لا بس اسالك سؤال بقى تاني، بتقول لك مين اللعيب اللي تحس تفوق على نفسه او نقدر نقول الطريقه ما ظلمتوش؟ هو ساعات تقول اللعيب بتظلم زي ما انت كنت بتتكلم. احنا كان عندنا نقد لاحمد فتوح ان هو لعيب في الثلث الهجومي هايل،
ولكن النواحي الدفاعيه عنده ضعيف. احمد فتوح اشتغل على النواحي الدفاعيه بقى بيأديها بشكل كويس قوي، بالاضافه انه عنده جراه وبيعمل لي فارق في الثلث الهجومي، وراجل عنده رؤيه سواء في الكروس باس او في التسديد او في التمرير او في حتى في المراوغه. فانا شايف ان احمد فتوح واحد من اللعيبه الجيدين جدا جدا جدا، واللي هيكون اعتقد يعني واحد من افضل اللعيبه، او لو في تشكيلات للبطوله هو وحمدي فتحي برضو لا نغفل دور حمدي فتحي في نص الملعب، بالاضافه طبعا للاثنين المساكين بتوعنا حجازي والونش. وان كان الونش تفوق على حجازي في التقييمات في استخلاص الكرة، فانا شايف ان ايجابيات كمان البطوله دي للنادي الزمالك لو هنتكلم هنلاقي ايجابيات كتيره جدا جدا. استاذ عطيه تتفق ولا تختلف في موضوع طريقه اللعب؟ طريقه اللعب لا، انا شايف 4-3-3 تدي لك افضليه اكتر في نص الملعب، تدي لك حلول، يبقى في واحد من الثلاثي بتاع نص الملعب يقدر ان هو يلعب الحته بتاعه بوكس تو بوكس كويس جدا، فتدي لك حلول دفاعيه وهجوميه، ادي تالت فيعمل لك كثافه في نص الملعب، لان انت في اغلب الوقت او حتى في الماتش المصيري بتاع كاس عام وام اكيد هتلاعب فرقه من المستوى الاول هتبقى فرقه بتضغطك وعامله عليك جيم يعني، فلازم انت تلعب بتالت في نص الملعب. احمد فتوح بتفق معاه 100%، لان احمد فتوح حتى في الارقام بتاعه اللي هو واحد على واحد لا ما ترقصش كتير جدا، ولعب على اسماء كبيره زي سيليتي ودراجير وحنبعل وما ترقصش كتير، شفناه في التغطيه العكسيه ممتاز جدا، فشابوه بجد احمد فتوح، مش عشان احنا يعني في الزمالك ولكن فعلا قدم بطوله ممتازه جدا، يعتبر هو يعني افضل حد في تقريبا في القائمه بتاع اداء كاداء. عارف انا اتفق معاك كمان في موضوع فتوح ليه؟ لانه بيلعب قدامه كمان واحد ما عندوش خبره كبيره، صح؟ يعني مثلا حسين فيصل لما يلعب معاك واحد لسه مش مستوي فنيا وخضه الجماهير ممكن تفرق معاه، غير لما تكون بتلعب في جبهه ثانيه مثلا زي عايز اقول لك كمان واحد متمرس بقاله كتير بيلعب دولي بتفرق بيشيلوا على بعض. انا هاخد من كلامك حته ان حسين فيصل دايما كان قافل الخط على احمد فتوح، احمد فتوح كان بيخش لجوه وكان بيأدي الدور جيد، يعني في لعيبه باكات ليفت هو كل شغله على الخط، لكن دايما كان حسين فيصل واقف قافل الخط ده، فكان احمد فتوح بيخش لجوه ويعمل مراوغات وتسديدات كمان حتى برجله اليمين. فانا طيب لو سالتك مين اللعيب اللي نقدر نقول ان طريقه كيروش ظلمته في اللعب؟ ما مش ظلمته يعني، بس هو فكره محمد شريف هو بيحاول يوظفه في دور جديد هو مش بتاعته، هو مش شاطر فيها قوي، بس انا كدوري كمدرب ان انا بستلم لعيب بطوره، والا ما فيش حد يعني. مثلا لو نفتكر محمد صلاح مثلا في 2017 مع روما مع سباليتي، لو الفينش بتاعه كان وحش جدا لحد ما الراجل خده طوره، النهارده بقى واحد هو اذا ما كانش افضل لاعب في العالم في الفينش. فلو انا سبت بقى مصطفى فتحي، سبت مروان، وسبت مش عارف مين، قلت خلاص دول لعيبه محليه ما تجاوبش تاني، طب ما اللعيبه دي هتتطور ازاي؟ لا، دور المدرب ان هو بيطور لعيبه، وكان فرصه كويسه جدا في البطوله دي ان هو يكتشف ناس ويديهم فرص ويديهم مراكز تانية. انا شايف دي فرصه ممتازه جدا يعني. طب لو سالتك يا احمد مين الفرقه او مين المنتخب اللي نقدر نقول عليه ان هو متكامل فنيا وظهر لنا ان هو يعني كل الخطوط تمام؟ بص، هو منتخب ظهر زي الشمس لان هو منتخب الجزائر. منتخب الجزائر خطوطه كلها تقريبا متكامله، سواء النواحي الدفاعيه او لعيبه نص الملعب او عنده تلت هجومي قوي جدا جدا، بالاضافه لحارس مرمى. لا نغفل ان حارس مرمى واحد من افضل حراس المرمى، وشال فرقه في مواقف كتير جدا، سواء قدام منتخب مصر او حتى قدام منتخب قطر في المباراه النهائيه. وانا وجهه نظري ان المرشح رقم واحد للبطوله منتخب الجزائر بعد خروج منتخب مصر، لان انا شايف ان منتخب تونس كسب منتخب مصر مش بتفوق فني. احنا لو اتكلمنا عن الفنيات هتلاقي ان المباراه نفسها كانت مقفوله، الجيم مقفول، ما كانش فيه فنيات كتير يعني. انت كراجل مشجع حتى بعيد عن انت ما استمتعتش، الجيم مقفول، ما شفتش كرات، ما كانتش هتخلص غير بالشكل اللي ما كانتش هتخلص غير بالشكل ده. وهناخد يعني نقطه بس نتكلم عليها، ان الناس بتحمل عمرو السولية الخطا. احنا عمرو السولية لعيب كويس قوي، ولكن سبب اللي حصل ده كله اولا عدم التركيز في التوقيت ده، لان التركيز بيقل، انت كلاعب كوره خلاص عارف انت داخل على اكسترا تايم، فانت خلاص بتنزل وبتحس ان انت الهمم بتاعتك قلت، بالاضافه ان البوزيشن بتاعه كان غلط. عمرو السولية كان واقف مش شايف الكوره. النهارده انا كراجل موجود هادي دور دفاعي، على الاقل يبقى لازم ابقى شايف الكوره، بالاضافه للتكوف بتاعي لازم على يعني انا هقدر الكوره جايه لي ازاي. عمرو السولية ما شافش الكوره الا وهي بعد ما عدت من اسامه فيصل، فطبعا رد الفعل كان اقل بكتير قوي من الفعل. وعايز اخد برضو معلش، انا اسف قبل حاجه قبل ما تقفل عمرو السولية، لا انت كابتن فرقه يعني، انت اللي بتوجه دور يعني، انت دورك في الوقت ده ان انت تخلي اللعيبه تركز، مش ان انت تفقد تركيزك. ده طبعا ما ينفيش ان عمرو واحد من اللعيبه اللي قدمت بطوله هايله جدا ومستواه في اخر سنتين ممتاز جدا، ولكن دورك كابتن فرقه ان انت اللي بتقول للعيبه تركز، نركز يا جماعه في الوقت ده مش عارف، بتشوف الشناوي بيعمل ده كويس جدا، ولكن عمرو السولية خانه التوفيق في اللقطه دي، لانه حتى قبلها كمان كان باين عليه الارهاق في الكره اللي جات له، شاطها وان تاتش على طول طلعت فوق العارضه. فعمر كان فاقد جدا التركيز، ولكن ده ما يقللش منه خالص ولا من البطوله اللي عملها. هاخد نقطه بس من جون عمرو السولية وتوقيته. احنا النهارده هنلاعب منتخب قطر، منتخب قوي، وتوقيت هدف مصر، هدف منتخب تونس في مصر هو نفس توقيت هدف قطر في الجزائر،
فده يديني مدلول ان منتخب قطر بدنيا جيد بيضغط لحد اخر دقيقه، في المقابل ان 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 النواحي البدنيه عند منتخب مصر كانت قليله في اخر الشوط الاولاني، فده لازم ناخد بالنا منه جدا. منتخب قطر هيلعب لحد اخر دقيقه، منتخب مصر زي ما قلت لك الجون دخل فيه امتى؟ في الوقت بدل الضايع. فلازم يبقى في بالانس ما بين ان انا بدي باور طول المباراه وفي نفس الوقت اوزع الحمل البدني بتاعي خلال المباراه عشان ادي لحد اخر دقيقه. طب لو سالتك استاذ عطيه مين افضل مدرب في البطوله وتحس ان هو كان متمكن من ادواته؟ مجيد لان هو في غياب اللعيبه وفي غياب التوليفه اللي معاه، انت بنتكلم على سعيد بن رحمه، بنتكلم على رياض محرز، عطال، يعني لعيبه كتير جدا منتخب تاني اصلا يقدر يجي ياخد البطوله، لا النهارده حتى في غياب الناس دي قدرت توظف الناس اللي موجوده تطلع بافضل كواليتي ممكنه. كمان الكبير مع تونس، يعني تونس والجزائر تحديدا بان عليهم ان هم مش متاثرين جدا عكس مثلا منتخب مصر اللي تاثر بغياب بعض العناصر، لا منتخب تونس والجزائر حتى رغم غياب عناصر عندهم ولكن قدموا بطوله كبيره من الناحيه الفنيه. خد بالك من الناحيه القيمه التسويقيه هتلاقي ان دول اكتر منتخبين فيهم قيمه تسويقيه، دول وصلوا النهائي واكتر منتخبين فيهم عدد محترفين هم اللي وصلوا للنهائي. طبعا مش كل المحترفين موجودين لكن هم اكتر فرقتين فيهم عدد من الفرق اللي موجوده في الوقت الحالي عندهم لعيبه محترفه، ده ممكن يكون مدلول برضه. منتخبات شمال افريقيا كانت افضل في البطوله دي من المنتخبات عرب اسيا، يعني انا شايف ان الجزائر، مصر، تونس والمغرب كانوا افضل لان عندهم كميه كبيره من المحترفين، كميه كبيره من البدائل عكس عرب اسيا دايما احتكاكات قليله شويه. طيب للاسف وقتنا خلص بسرعه، كان نفسي اتكلم معاكم عن الزمالك شويه لكن ان شاء الله تتكرر تاني عشان نلاقي وقت اكتر من كده. في النهايه طبعا اشكر المحلل الكروي استاذ احمد عباس، اشكركم وانا كنت سعيد ان انا كنت موجود معاك، وبشكر قناه نادي الزمالك على استضافتنا. بشكر طبعا المحلل الكروي استاذ عطيه عبد الخالق. حبيبي يا كابتن مصر، مبسوط ان انا معاك والله فعلا يعني. شكرا يا شباب. طيب بكده الفقره الاولى انتهت، بعد الفصل ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم لاعب الزمالك السابق وليد انديل احد ابناء قطاع ناشئين نادي الزمالك ومن اللعيبه اللي تربوا في قطاع ناشئين نادي الزمالك، يمكن ما وفقش في الفريق الاول او ما كانش عنده فرصه كامله لكن احترف بره. خلينا نسمع منه اكتر واكتر عن تفاصيل كتيره جدا جدا منه لكن بعد فاصل. هو مدافع حديدي خطف الأنظار بشدة خلال فترة الناشئين بنادي الزمالك لينال ثقة البرازيلي كابرال في ولايته الثانية ويقوم بتصعيده لصفوف الفريق الأول، هو النجم وليد أنديل. أنديل من مواليد عام 1985 بمحافظة القاهرة وانضم لصفوف الناشئين بنادي الزمالك في موسم 2003-2004 واستمر ضمن صفوف الفارس الأبيض حتى عام 2008، زامل خلالهم العديد من نجوم خط الدفاع على رأسهم مدحت عبد الهادي ووائل الأباني وبشير التبعي، وتدرب تحت قيادة عدد من المدربين الأجانب الذين تولوا الإدارة الفنية لأبناء مدرسة الفن والهندسة في ذلك الوقت على رأسهم كابرال وفنجادا ومانويل كاجودا وهنري ميشيل. وشارك أنديل بقميص الزمالك للمرة الأولى في الدوري الممتاز خلال مباراة بلدية المحلة موسم 2004-2005، وبعد رحيله عن صفوف الزمالك خاض وليد أنديل عدة محطات كروية أبرزها مع الترسانة وبترول أسيوط وغزل المحلة قبل أن يطرق أبواب الاحتراف الخارجي ويلعب لعدد من أندية دوري الدرجة الثانية البولندي. وحصل أنديل على العديد من الدورات التدريبية والرخص التي أعانته على خوض تجربة التدريب مع عدة أندية بولندية عقب اعتزاله المستديرة. كما كان وليد أنديل ضمن الجيل الذهبي لمنتخب مصر للشباب الذي شارك في كأس العالم 2005 بهولندا رفقة شيكا بالا وعبد الله السعيد وأحمد غانم سلطان وغيرهم من النجوم. وليد أنديل أحد أبناء مدرسة الفن والهندسة الذين صالوا بالقميص الأبيض وباتوا بمثابة واجهة مشرفة في عالم التدريب في الخارج. نرجع تاني نستقبل أحد أبناء نادي الزمالك من قطاع الناشئين وليد أنديل. ازيك يا وليد؟ ازيك يا كابتن حمد؟ عامل ايه؟ تمام؟ سعيد اللي أنا موجود مع حضرتك والله. طبعا احنا مبسوطين طبعا أحد أبناء النادي دايما الحقيقة الناس اللي متربيين في قطاع الناشئين نادي الزمالك دول بيبقى شاربين النادي بشكل مختلف وبليهم انطباعات مختلفة. بنورنا أنديل وقناة بيتك طبعا، بنورنا في أي وقت. لكن مش عارف أقول لك الحمد لله على السلامة ولا ازيك، عايزك تحكي لنا كده المشوار واحده واحده لان انا عارف ان ليك تجربه احتراف في بولندا.
صحيح. عايزك بقى تقول لي كده واحده واحده كده اصلا مشوارك في نادي الزمالك بدا ازاي، انضميت للناشئين ازاي؟ انا عارف ان انت كنت اصغر مني بشويه. ايوه صح يا كابتن، بس مش عارف بقى التفاصيل. والله يا كابتن انا اصلا من ناشئين نادي الشمس براعم، بديت مشوار وانا عن 8 سنين في نادي الشمس، بعد كده لما كان عندي 13 سنه نادي الاهلي اشتراني، قعدنا سنتين بس في النادي الاهلي لان كابتن شطه كان مدير قطاع الناشئين طلع قرار يلغي مواليد 85، ضم 85 و83 و84 فرقه واحده. كنت انت ومين ساعتها من الشمس اللي اشتروك ولا انت كنت لوحدك؟ كنت لوحدي انا بس في من نادي الشمس. في الفتره ديت انتقل كابتن عادل مصطفى، في الفتره ديت انتقل للفريق الاول للنادي الاهلي، وانا انتقلت لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. بعد سنتين كابتن شطه طلع قرار. عادل اكبر منك شويه. عادل اكبر مني تقريبا 81 كابتن عادل. طلع قرار اللي هو يلغي سن 85 وضم الثلاث فرق على بعض، فكانت صعبه جدا لينا. في الفتره دي كان في تجمعات منتخب مصر وكنت موجود في منتخب مصر 85. كان المدرب المساعد لدكتور محمد علي الله يرحمه كان كابتن معتم الجمال. فكابتن معتم الجمال لما شاف عرف ان النادي الاهلي لغى سن 85 خد الفرقه كلها لنادي الزمالك، بس كملت انا بس وكابتن محمد عويس في نادي الزمالك، وكان ساعتها بقياده كابتن مجدي شلبي اول موسم. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 16 سنه. كان عندي 16 سنه بدات في نادي الزمالك. اول موسم ليا في نادي الزمالك لعبت تحت 16 سنه مع كابتن مجدي شلبي، وتحت 18 سنه مع كابتن محمود الخواجه. وكابتن محمود الخواجه في السنه ديت طلع مع كابتن فنجاده الدرجه الاولى وخدني معاه على طول السنه ديت في الدرجه الاولى، وكملت على طول في نادي الزمالك ست مواسم. يعني انت جيت 16 سنه؟ جيت 16 سنه. طلعت فريق اول كام سنه؟ طلعت فريق الاول، اول تدريبه ليا مع فريق الاول وانا عندي تحت 17، كنت 16 يعني سنه. دوك قعدت سنه وصعدت فريق اول. في نفس السنه على طول، في نفس السنه على طول، رغم اللي كان فيه وجود مدافعين اقوياء جدا، وكابتن وائل الاباني، كابتن مدحت عبد الهادي، كابتن بشير التابعي، كابتن حسام عبد المنعم. كانت الدنيا صعبه جدا، كان في وكابتن محمود وكابتن امير عزم مجاهد، كان في سردباك كتير جدا، بس الحمد لله كنت متواجد، وكان ليا الشرف طبعا ان انا كنت واحد من ابناء نادي الزمالك اللي اطلع مع جيل عظيم زي الجيل ده. طيب كان مين ساعتها فرقتك، مين في الناشئين؟ اول اثنين اتصعدوا كان شيكابالا طلع قبليه، وانا طلعت على طول بعد شيكابالا. نفس فرقه شيكابالا. شيكابالا 86 وانا 85، بس احنا كنا فرقه واحده في نادي الزمالك. بعد كده بعد لما انا طلع بعديه حسام اسامه، وطلع بعديه هاني العجيزي، بعد كده طلع احمد عبد الرؤوف، احمد غانم سلطان، واحمد محسن، بعد كده عماد السيد، بعد كده محمد ابراهيم. هو ده الجيل تقريبا اللعيبه اللي لعبت في نادي الزمالك ومثلت نادي الزمالك في الدرجه الاولى. طب انت في الناشئين بقى ليك ذكريات، انت كنت لسه منضم حديثا وشيكابالا وناس من كتير من دول لعبوا فريق الاول. صح. لنا اهم ذكرياتك ايه، وتحديدا شيكابالا في الوقت ده كان عامل ازاي؟ كان اصغر منكم بسنه كمان. شيكابالا كان اصغر مننا بسنه، بس شيكابالا كان مميز جدا، وكان كان مش طبيعي. شيكابالا احسن من كده 100 مره، واحنا طول عمرنا كان شيكابالا بالنسبه لنا اللي ده لازم ما يكونش موجود في مصر، لان شيكابالا من وجهه نظري انا المتواضعه، شيكابالا من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ كره مصر، ومن احسن لعيبه موجود في العالم. لو كان اهتم بنفسه وكان كان الناحيه الذهنيه بتاعته مسيطر عليها بشكل كويس، كان شيكابالا هيبقى متواجد في حته ثانيه خالص يعني. طب يمكن انت عارف، انا قبل ما ارجع لك بالتفصيل، بس انت المفروض ان انت اشتغلت شويه في اوروبا مثلا كام سنه، 8 سنين انت بقالك فتره، انا هنتكلم فيها بالتفصيل. بس اللعيب اللي بالمواصفات زي دي زي شيكابالا مثلا، لو شفته في قطاع ناشئين بره ده يتعامل معاه ايه؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه ممكن الناس كتير ما تعرفهاش، انا كنت دايما وانا صغير دايما عندي تطلع ان انا اسافر بره، وكان والدي كان بيمنعني ان انا اسافر بره لغايه لما اخلص الشهاده بتاعتي. قال لي الشهاده بتاعتك الاول، بعد كده اعمل اللي انت عايزه. فكنت دايما عندي تواصل مع سمسرة خارج مصر، فتواصلت مع سمسار الماني ومضيت معاه عقد لمده سنتين وانا متواجد في نادي الزمالك. فكلمني عن شيكابالا وقال لي باير ميونخ عايز شيكابالا وعايز يتكلم معاه، واتصلوا بيا فعلا وبلغت شيكابالا بالكلام دوت. وشيكابالا لما اتصلت بيه وبلغته قال لي لا هو مش مهتم، بقول له باير ميونخ عايز يتواصل معاك وعايز يبعت لك وعايز يشوفك، قال لي لا انا مش مهتم.
فشيكابالا كان بالنسبه لنا حاله، هو بيحب مصر جدا وبيخاف يطلع بره، بيخاف يخوض اي تجربه جديده. فكان بالنسبه لي انا بالنسبه لي كانت حاجه بقول له شيكابالا صعب اللي انت بتقوله دوت يعني. قال لي لا انا مش مهتم. كنت سنه كام سنه كنت فريق اول ولا كنا 18 سنه، كنا 18 سنه السنه دي، كنا لسه ناشئين بس كنا على طول متواجدين يعني. احنا كنا متواجدين مع الفريق الاول مع حضرتك وكابتن حازم وكابتن عبد الحليم وكابتن وليد عبد لطيف، وكنا بصراحه كانت ايام، كان جيل عظيم جدا. احنا ايه الشرف اللي احنا طبعا كنا متواجدين مع حضراتكم، لان كنتوا اتعلمنا منكم حاجات كتيره جدا. وكان الفتره دي في مدربين اجانب اكفاء كانوا موجودين في نادي الزمالك، سواء كابتن هنا ميشيل، كابتن مانويل كاجودا، كابتن كابرال، كابتن فينجادا، بوكير، طبعا بجانب كابتن فاروق جعفر كان هو متواجد في الفتره دي كمدرب من مصر، دكتور احمد عبد الله، كابتن ايمن يونس على فترات، كابتن عصام مرعي، كابتن احمد رمزي طبعا. فكان لينا الشرف طبعا، تعلمنا من حضراتكم حاجات كتير. طول عمرك الحقيقه دي من الناس اللي مشهور ليها بالادب الحقيقه والاحترام. ربنا يخليك يا كابتن، من الحاجات اللي بتعيش. ربنا يخليك كابتن. طيب لو جيت لك بقى الدرجه الاولى في الزمالك، قعدت قلت لي كم موسم بالظبط تحديدا في الدرجه الاولى؟ في 5 سنين انا قعدت بتمرن مع نادي مع الفرقه الدرجه الاولى 5 سنين بس. انا شاركت اول ماتش رسمي ليا، مش رسمي، اول ماتش مشاركه مع الدرجه الاولى كان اليوبيل الذهبي لجريده الجمهوريه، كان ماتش الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره. كنت ساعتها تقريبا عندي 17 سنه، كنت بلعب مع كابتن بشير التابعي، نزلت الشوط الثاني لعبت الشوط الثاني كله. دي كانت اول مشاركه مع فريق الدرجه الاولى في نادي الزمالك. بعد كده كان في بطوله العربيه الوديه في اسكندريه، في استاد اسكندريه، كنت لعبت برده ماتشين في البطوله ديت. كابتن هشام يكن كان ماسك الفرقه ساعتها تقريبا كابتن هشام يكن كان في الجهاز موجود، كان المساعد رقم 2 تقريبا في الجهاز. بعد كده لعبت اول ماتش رسمي وانا عندي 19 سنه في الدوري المصري مع نادي بلديه المحله في استاد غزل المحله 2-2. ده كان اول ماتش ليا رسمي مع نادي الزمالك في الدوري المصري. كان كابتن كابرال وكابتن احمد رمزي كان المساعد بتاعه. دوت اول سنه. وبعدين بقى قعدت بقى بعدين رحت كاس عالم. بعد كاس العالم لما رجعت كان كابتن بوكير كان هو اللي ماسك نادي الزمالك، اتكلم معايا بشكل كويس جدا. بس كنا في الفتره دي كان نادي الزمالك مشارك في البطوله الافريقيه وكنتش مقيد في القائمه الافريقيه، فاتكلم معايا وقال لي يا وليد انت من المدافعين الكويسين جدا ومن اول الناس اللي هتخش معايا القائمه، بس ما اقدرش دلوقتي ادخلك في الدوري لان احنا بنلعب في بطوله افريقيا، فانا لازم الاعب واشارك الناس اللي بتلعب معايا في افريقيا. للاسف هو اشتغل تقريبا بوكير اشتغل معانا ماتش او ماتشين بس في الدوري، ماتش واحد اتحاد السكندري، بعد التعادل رجع استقال مشوه. بعد كده جه كابتن فاروق جعفر وكانت الامور صعبه جدا. ما قدرتش اخش يعني لان كان الاعتماد على اللعيبه الخبره اللي موجودين في النادي، ما خدتش فرصتي بشكل كويس. كان عندي ساعتها يعني كنت لازم اخلص الدراسه بتاعتي، وانا كنت متضايق لما لعبتش. انا دارس تجاره جامعه عين شمس. تمام. فبصراحه خلصت الكليه كلها. خلصت الكليه كلها. بعد كده كان في ظروف معينه مع كابتن فاروق جعفر، كان عايز نمضي بمبلغ معين وانا عايز امضي بمبلغ معين، فكنت كان بتعاقب كتير، كان بيوقفني كتير، لغايه لما جه كابتن احمد رمزي وحل المشكله ديت ومضيت عقد مع نادي الزمالك ايام مستر هنري مشيل بعد لما كابتن فاروق مشي. بس للاسف السنه ديت ما لعبتش الا ماتش واحد في كاس مصر مع اتحاد الشرطه. والسنه ديت حاجه غريبه جدا، كنت قاعد طول السنه على الدكه، طول السنه بخش السكور وما لعبتش ولا ماتش في الدوري، لعبت بس في كاس مصر. وكانت بالنسبه لي حاجه صعبه جدا. طلبت من كابتن محمود سعد ساعتها كان المساعد مع مستر هنري مشيل، طلبت ان انا امشي، كنت اروح اعاره لنادي الترسانه. كابتن فاروق لما مشي كان عايزني معاه في نادي الترسانه بس رفض كابتن محمود سعد. فضلت لغايه نهايه السنه، وبعد كده تاني سنه مشيت رحت مع كابتن فاروق جعفر نادي الترسانه بشكل رسمي. ابتديت الموسم لعبت 26 ماتش مع كابتن فاروق، وبعد كده انتقلت لغزل المحله. طيب وبعدين وبعد بقى الترسانه انتقلت بعد كده بقى الترسانه فين؟ رحت نادي غزل المحله سنه، بعد كده رحت نادي بترول اسيوط، قعدت 3 سنين في بترول اسيوط.
ثلاث سنين بترول اسيوط. بعد كده بقى خرجت، حصل الحادثه بتاعت ماتش المصري والاهلي بورسعيد والدوري توقف، وساعتها قررت ان انا اخرج بره مصر واخد التجربه. طب اشمعنى بولندا وجت ازاي وخدت القرار وكلمت مين ولا كنت ماضي ولا رحت؟ لا خالص، انا رحت ما اعرفش اي حد. كان عندك كام سنه في الوقت ده؟ كان عندي 27 تقريبا، كان عندي 27 سنه. القرار جه بثلاث اسباب. اول حاجه انا كنت عامل عمليه رباط صليبي قبلها بست شهور قبل ما اسافر، فانا ما كنتش جاهز بدنيا بشكل كبير. لو انت هتروح وانت مش جاهز بشكل بدني في اوروبا او مش بشكل فني، ففرنسا، المانيا، انجلترا، بلجيكا، يعني محتاج لعيب جاهز 100%. فانا قلت بولندا ممكن اللي انا تبقى في الكوره اقل شويه، فممكن تبقى خطوه اللي انا بعد كده اطلع على المانيا او على فرنسا، على انجلترا. دي اول حاجه. تاني حاجه الناحيه الماديه، ما كانش معايا فلوس كتير واللي تخليني اقدر اقعد في بلد اوروبيه اكتر من 3 شهور. بولندا ما فيهاش اليورو، فانا فلوسي كانت معايا ما كانش تكمل اللي انا اقدر استحمل لوحدي بدون عقد او بدون اي حاجه او بدون اي مساعده من اي حد تخليني اللي انا استمر 3 شهور. فحطيت خطه اللي انا اروح بولندا استنت 3 شهور، احاول اخبط في اي حاجه عقبال ما يجي لي نادي بالفلوس بالامكانيات اللي معايا. فالبلد الوحيده في اوروبا اللي تقدر تستحمل كده هي بولندا. ثالث حاجه كان احمد غانم سلطان راح، بس اقول لك انا عارف في لعيبه مصريين احترفوا هناك. واحنا بعد كاس العالم خلصنا كاس العالم في هولندا، واحمد غانم سلطان طلع من بولندا على ليجيا وارسو ولعب هناك موسم. فلما كان احمد هناك كان دايما بيشجعني ان انا اروح له، ان انا ممكن. ليجيا وارسو ده في بولندا؟ بولندا. ده ترتيبه كام ده هناك؟ هو كان الاول في بولندا، دلوقتي عنده مشاكل الموسم دوت، عنده مشاكل كبيره، هو ترتيبه الاخير في دلوقتي في الدوري. لكن هو ليجيا وارسو دوت النادي اعرق نادي موجود في بولندا. طيب قول لي بقى، رحت كان احمد غانم سلطان هناك؟ لا 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 لا، احمد غانم راح قبليها بحوالي 3 4 سنين، بس هي كانت الدفعه ليا ان انا اروح هناك. لما رحت هناك نزلت ما كنتش اعرف اي حد خالص. حاولت ان انا اتواصل مع الانديه واروح الانديه بنفسي واقول لهم ان انا اعرض نفسي. كان بيبقى في صعوبه جدا في اللغه، ما كنتش اعرف اتكلم بولندي خالص. اتعلمت كام كلمه كده قبل ما اسافر عشان اعرف اتعامل. طب والاصابه عملت فيها ايه؟ الاصابه حاجة. الحمد لله وقفت على رجلي وعملت عمليه عند دكتور احمد عبد العزيز. لا وهنا وانت هنا عملت علاج طبيعي يعني قبل ما عملت علاج طبيعي؟ تختبر يعني. رحت عشان جاهز ان حد يختبرك بالظبط. طب وكنت خلصت عادك ازاي هنا؟ او كنت فهمت مع الناس هنا بايه ان عادك متعب؟ بعد لما حصلت الثوره، بعد لما حصلت المشكله بتاعت الحادثه بتاعت بورسعيد والنادي المصري الاحداث الاهلي والنادي المصري. النادي بترول اسيوط ابتدى يقول لك عشان لو عايز تكمل هيبقى بنص عقدك. فاتحاد الكره الفتره ديت ما كانش بيدافع عن حقوق اللعيبه، فاتنزلت عن نص عقدي وخدت نص عقدي وخدت فلوس ومشيت، فبقيت لاعب حر. بقيت حر. وانت لسه بتتعالج ولا كنت لا كنت خلاص؟ لا، نادي بترول اسيوط عمل لي العمليه وعمل لي تاهيل وخلاص، رجعت كمان انتظمت في التدريب، ولكن هم قالوا اللي عايز يكمل معانا ومفيش شكل باين. فكان احنا كانت فلوس كبيره، فقال لك ننزل نص العقد. فانا خدت نص العقد وتراضينا ومشيت. مضيت في النادي الاسماعيلي بعد لما خلصت مع بترول اسيوط، لان كابتن صبري المنياوي كان متواجد في مجموعه الصعيد مع بترول اسيوط معانا، وشافني وعرفني وخدني معاه. بعد شهر ونص حصل مشكله مع الاداره بشكل معين مش عايز اتكلم فيها، وقال لي ما اقدرش ان انت تكمل معايا يعني. خدت بعضي وقلت والله مش قاعد في مصر، وخدت بعضي ومتسافر بولندا وخدت التجربه هناك. لعبت في درجه ثانيه، وبعد لعبت درجه ثانيه جالي بعديها بسنه النادي بتاعي هبط للدرجه الثالثه، وكل اللعيبه مشيت وانا بس اللي فضلت من النادي كله. في الفتره دي كانوا بيدوروا على مدرب عشان يمسك النادي، وانا كنت ابتديت اخد الدراسات بتاعتي في الرخصه سي في بولندا وانا بلعب. في الفتره ديت النادي كان عنده مشكله اللي يلاقي مدير فني كويس. بس في سؤال هنا يعني مش عايز اعديه، الدرجه الثانيه هناك كان عباره عن عايش بس خلاص يعني؟ انت في عقد احتراف؟ لا، عقد احتراف انك تعرف تعيش بيه. عقد احتراف كويس في الدرجه الثانيه. في الدرجه الثانيه هناك بولندا عندنا الدوري الممتاز والاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والاي والبي، عندنا 8 درجات. ايه ده؟ في الدرجه في بولندا 8 درجات. ده لا لا كم نقله ده؟ لا 8 درجات، والاول 4 هم محترفين.
بعد الرابعه بتبتدي تخش هواه. فانت عندك النظام بولندا ممكن مش من البلاد اللي متسلط عليها هنا في مصر بشكل كويس، لكن بولندا بلد نظاميه وعندها نظام قوي جدا، من اقوى الانديه، من اقوى البلاد في اوروبا. لكن للاسف احنا هنا السبوت عليها مش قوي. من اعظم اللعيبه في العالم ليفاندوسكي دلوقتي بالظبط، ليفاندوسكي برده كان بيلعب في نادي درجه ثالثه قبل ما يروح المانيا بسنتين. درجة ثالثة؟ كان بيلعب في نادي درجة ثالثة. فين؟ كان نادي اسمه بروش. في بولندا؟ في بولندا. لبايرن ميونخ؟ راح، لا أيوة راح قبل بايرن ميونخ، كان بيلعب في دورتموند. أنا أقصد إن من درجة ثالثة للدوري الألماني؟ كان بيلعب درجة بولندا لغاية الدرجة الرابعة فيها لعيبة أقوياء جدا. أنا لما جيت اشتغلت هنا مع نادي غزل المحلة فبقول للفرقه بتاعتي اللي هي تحت 21 سنه، بقول لهم للدرجه الرابعه لو لعبت ضدكم هنا هتدوس عليكم جامد. فهو الفكر مختلف تماما، عندهم انضباط داخل الملعب وخارج الملعب بشكل رهيب. هم من الناس الاقوياء جدا والهارد وورك جدا، والناس اللي بتركز في شغلها، لما بتعمل حاجه بتعملها بضمير وبتعملها صح. فعشان كده بولندا من اقوى البلاد في اوروبا اخر 5 سنين. عملت طفره قويه جدا من ناحيه اقتصاديه، الناحيه الرياضيه. الاتحاد البولندي نفسه واحنا بناخد الدراسات بتاعتنا، الاتحاد البولندي رايح في حته تانية خالص، عاملين سيستم دلوقتي قوي جدا. طب قول الدراسات انت عملتها ازاي وانت بتلعب؟ انا اولا اتعلمت اللغه، خدت كورس في اللغه وانا هناك، بعد كده ابتديت اللغه اسمها ايه؟ بولنديه. بولنديه دي اقرب لايه؟ هي اللي بيتكلموا الاتحاد السوفيتي كله تقريبا، يعني روسيا يعني. اوكرانيا، سلوفاكيا، التشيك، تقريبا قريبين من بعض كلهم. لغه صعبه جدا بس الحمد لله ربنا وفقني فيها وتعلمتها بشكل كويس، اتقنتها. خدت السي، بعد لما خدت السي خدت البي بعدها بسنه ونص، وبعدها بسنتين خدت الاي، ولسه مخلصها السنه اللي فاتت والحمد لله ربنا وفقني فيها بشكل كبير. بقيت بقى من لعيب فرق هبطت الدرجه الثالثه، انت الوحيد بيدوروا على مدرب. جالي ساعتها عرض في الدرجه الاولى، النادي المدرب اللي كان ماسكنا راح نادي درجه اولى وعايزني معاه، والنادي اللي انا شغال فيه عرض عليا ان انا ابقى مدرب ولعيب في نفس الفرقه. فكلمت والدي الله يرحمه وطلبت منه، قلت له انا قدامي عرض، لا اما العب درجه اولى لا اما اشتغل مدرب والعب. الدرجه الاولى دي اللي هو اعلى درجه هناك؟ لا، في الدوري الممتاز اللي هي اعلى واحده. اعلى واحده الدوري الممتاز، درجه اولى يعني. تانية، ثالثه، رابعه، خمسه. يعني هناك الممتاز، والدرجه الاولى دي اللي هي الممتاز بيه عندنا. بالظبط. فمدرب كلمني قال لي انا عايزك معايا ومن بكره تيجي تمضي العقد، والنادي عرض عليا ان انا ابقى لعيب وابقى مدرب في نفس الفرقه. انا البلد اللي كنت بلعب فيها درجه ثانيه دي بلد صغيره حوالي 13000 واحد، وانا بالنسبه لهم كنت حاجه مهمه جدا، كانوا بيحبوني جدا. انا المسلم الوحيد في البلد، انا العربي الوحيد موجود في البلد، فكان بالنسبه لهم زي مثلا مع وجه المقارنه يعني طبعا انت انا حاجه مميزه جدا هناك. علامه يعني، شخص الوحيد المختلف مختلف عنهم. وحبوني جدا وكنت بجيب جوان. عرفت منين البلد 13000؟ سؤال لازم اعرفه. لا، ما كنت بقرا اي حته كنت بروحها كنت بجيب عنها التفاصيل، ما كنتش باخد خطوه غير لما بقرا انا رايح فين وازاي هتعامل مع الناس وطبيعه البلد ايه. فكنت دايما كنت الحاجات ديت بقراها قبل ما اروح. يعني لو في ماتش كان هم يجوا كلهم يقفلوا الاستاد. هو الاستاد اصلا بيشيل 5000 واحد. اللي ما عندهمش هم فكره الاستادات بتشيل اعداد زينا هنا 80000 و70000، ما فيش الافكار دي هناك. وعندهم حاجه كويسه جدا، لو انت من بلد بتشجع النادي ده بس ما بتشجعش حاجه تاني. فكان عندهم ولاء، ما فيش مثلا انت من المحله وبتشجع زمالك، انت من المحله وبتشجع، لا انت من المحله بشجع محله بس، انت من اسماعيلي بشجع اسماعيلي بس. فهم كان عندهم الفكره دي مختلفه جدا في اوروبا. حسبتها بقى ازاي لما جات لك موضوع الدرجه الاولى؟ صليت ركعتين استخاره وكان نفسي ان انا ابقى مدرب اخش يعني. قلت حسبتها كمان ان انا 28 سنه 29 سنه ممكن ابطل قريب ولا حاجه، فقلت لا انا هاخد والعب واشوف هتمشي معايا فين. اول ماتش لعبته مع الفرقه وانا مدرب كسبنا فرقه في الدوري الممتاز بس تحت 21 سنه، وعملنا ماتش كويس جدا في ارضنا، كسبنا 3-1. فلقيت مجلس الاداره ورئيس النادي متمسكين بيا جدا، وحصل حاله في الشارع هناك في البلد اللي لا، وليد قنديل لازم يكمل وهو الوحيد اللي ما باعناش لما الفرقه نزلت وكده. فبقيت زي ايه، بطل قومي عندهم او حاجه. عملوا مني حاله كده استخدموها في الاعلام بشكل قوي جدا. ف
حسيت بنفسي، حسيت ان انا مبسوط، حسيت ان انا بعمل نجاح، فقلت لا هكمل. بس قبل ما اكمل كنت عايز اسالك سؤال. اتفضل. انت بتبقى الوحيد اللي هناك اللي تمارس مثلا طقوسك الدينيه المختلفه اللي بالنسبه لهم مسلم وبيحترموها جدا. طب انت بتصوم ازاي؟ انت الوحيد في البلد اللي هتصوم وبتصلي والجمعه بتعمل فيها ايه؟ بتعمل ايه؟ كنت لما انت بتلعب درجه ثالثه كانت التمرينات عندنا مش كل يوم، وانا مدرب فكنت بحط يوم الجمعه دايما اجازه، عشان احنا دايما يوم السبت ماتش، بنلعب سبت وحد، فدايما الماتشات اللي كانت يوم السبت كنت بعمل لهم يوم الجمعه اجازه، وبتمرن الخميس والاثنين والثلاث. فكنت بعمل الجمعه اجازه عشان انزل اصلي في بلد اسمها كراكوف، كان بعيد عننا ساعه ونص، هي اللي فيها المسجد، كنت بنزل اروح اصلي فيها وارجع تاني. فكنت بعمل السيستم على اساس زائد الناس من هناك لما بيبقى في صلاه واقول لهم انا داخل اصلي بيحترموا ده جدا، وكلهم بيقعدوا ساكتين عقبال لما اخلص صلاه، وعملوا لي مكان لوحدي، اوضه لوحدي، عشان دي الاوضه بتاع الكابتن انديل اللي هو يصلي فيها. فهم كاثوليك ولكن بيحترموا الديانه بتاعت اي حد بشكل كبير جدا. رمضان كان بالنسبه لي فيه مشكله، لان طب اللعيبه اللي معاك كلهم كانوا بيحترموا كلهم كلهم كاثوليك افريقي؟ ما فيش حد خالص محترف؟ انا العربي الاجنبي الوحيد في المدينه كلها. قلت لي رمضان بقى، رمضان كان فيه عندنا مشكله كبيره، لان رمضان هناك كان بتوصل ل 19 ساعه و20 ساعه صيام، لان الشمس كان المغرب بيبقى 9 ونص 10، والفجر عندك بيبقى الساعه 1 ونص. بس انت هنا كنت مدرب بس ولا مدرب ولعيب؟ هنا كنت مدرب ولعيب اول سنه. صعدتهم اول سنه، صعدنا ده انت عملت انجاز. عملنا انجاز وخدت افضل تاني افضل مدرب في جنوب بولندا. عملت اول انجاز اللي انا صعدتهم اول سنه، فلما صعدتهم الحاله كمان زادت جدا بقى، وبقيت زي بطل قومي هناك عندهم في المدينه دي اسمها ليمانوفيا، وحبوني جدا الناس، بقيت امشي في اي حته اي مطعم وبتاع، ناس تشدني عشان اخش وتعزم وتصور معايا، حسيت ان انا يعني حاجه كبيره، حسيت ان انا نجم كبير، وانا لسه بادي تدريب، انا لسه ما يعني لسه بتعلم يعني. تاني سنه برضو كنا حصل مشكله مع مجلس الاداره، اللي كان فيه لعيب مهم بالنسبه لهم جدا، واللعيب ده لازم يلعب على طول، وانا ما عنديش كده، انا عندي الملتزم هو اللي لازم يجتهد ويشتغل في الملعب عشان يلعب. فكانت النتائج بتاعتي كويسه وماشي اول، ودايما عندي مشاكل اللعيب ده ما بيلعبش ليه. لغايه لما خلصت الدور الاول قلت لهم انا هنزل مصر شهر اجازه، لان احنا عندنا الدوري بيوقف 3 شهور في بولندا بسبب التلج، فبناخد شهر اجازه ده عادي يعني. فانا نزلت شهر اجازه وقلت لهم ان انا هرجع كلاعب بس، ودوروا على مدرب تاني يكمل معانا النص الموسم التاني. طب انت في الفتره دي كنت تنزل مصر كل سنه ولا كنت بنزل؟ كنت بنزل دايما في شهر، من شهر 12 لشهر 2 في الشهر الشهر بتاع التلج ده كنت دايما انزل. نزلت بقى وقلت لهم اختاروا مدرب تاني. اختاروا مدرب، ولو هرجع كلاعب بس. قالوا لي لا، في انقسم مجلس الاداره لجزئين، قالوا لي لا انت هتكمل معانا، وجزء قال لك لا الاحسن وليد انديل يكمل كلاعب ونجيب مدرب تاني. جابوا مدرب تاني ورجعت كلاعب، كملنا سنه ولعبنا دوري الترقي عشان نصعد تاني للدرجه الاولى، بس ما حصلش نصيب. وفي الفتره ديت اخر ماتش بعد ماتش الترقي جالي صليبي تاني. طب انا عايز اعرف في الفتره اللي انت بقيت فيها مدرب ولعيب كان عندك كام سنه؟ كان عندي 28 سنه. صغير قوي يعني. ولما جالك صليبي تاني كان عندك كام سنه؟ 29 سنه. يا كل الاحداث دي في سنه؟ كل ده في سنتين. لان انا خرجت 27، لعبت سنه هناك درجه ثانيه، بعد كده لعبت سنه صعدت بيهم، بعد كده ثالث سنه على طول جالي عملت الصليبي. عملت ايه بقى بعد ما جالك صليبي تاني؟ لما جالي الصليبي ابتديت اهتم بالدراسه بتاعتي، وابتديت ابعد شويه عن فكره ان انا ارجع العب تاني. كانت العمليه 2 صليبي في رجل واحده، كانت العمليه مشكله. لما جيت عملت العمليه هناك وللاسف العمليه باظت. حصل خطا في العمليه وصلحتها على مرتين، فعملت 4 عمليات صليبي في 3 سنين. الفتره دي بقى ابتديت اخد الدراسات بتاعتي وشغال كمدرب هناك. اشتغلت بقى درجه 5 ودرجه 4 ودرجه 3، لغايه لما جت سنه كنت ماسك 3 انديه مع بعض. يعني ماسك 3 انديه مع بعض، نادي في درجه 5 ونادي في درجه 4 ومدرسه كوره في نادي درجه 3. ده ينفع ولا ده؟ ده ينفع، بس ما كانت العمليه صعبه جدا. كان تنظيم الوقت اللي انت تنظم مع 3 انديه مع عدد مباريات، مع بيلعبوا خميس وجمعه بس، تظبط مباريات مثلا تلعب جمعه، تلعب سبت وحد، تلعب سبت الصبح وتلعب سبت بعد الظهر، وتلعب حد مثلا صبح او بعد الظهر. كانت العمليه مرهقه جدا بالنسبه لي، وسفر بين ذهنيه معيشه مع اللعيبه كانت صعبه جدا. بس القصه دي اتخذت مني 3 شهور.
لان حصل عمليه غيره من الاتحاد المنطقه بتاعه جنوب بولندا كراكوف اللي وليد انديل ماسك ثلاث انديه وفي مدربين بتوعنا مش شغالين. القصه ديت انا كنت عايز اسالك اصلا على القصه دي قبل ما تروح اللي انت عايزه في حاجه ثانيه. هو هناك اصلا انت قلت لي ان هم قافلين على نفسهم وابتدوا يتطوروا بشكل او باخر، فكره هم اصلا يقبلوا ان يكون في مدرب ثاني غير وطني دي خدت فجوه ولا هناك موجود مدربين كتير محترفين؟ لا مفيش مدرب، انا المدرب الوحيد الاجنبي موجود في جنوب بولندا كلها، وانا المدرب العربي الوحيد اللي موجود، وانا المدرب المصري الوحيد اللي موجود. طب في الدوري الاول؟ في الدوري الاول في مدربين اجانب كتير، في مدربين اجانب كتير ومعظمهم بيجي من 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 التشيك ومن سلوفاكيا حواليهم، من حواليهم قليل جدا لما تلاقي حد من المانيا، قليل جدا لما تلاقي حد من هولندا، قليل جدا لما تلاقي حد من 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 فرنسا انجلترا، قليل جدا. هم مدربينهم موجودين بيحاولوا يساعدوا المدربين بتوعهم بشكل كبير جدا، وعندهم مدربين بولنديين ناجحين بشكل كبير. حتى في كاس العالم المدرب اللي صعد بيهم لكاس العالم كمل معاهم لكاس العالم وقعد معاهم 4 سنين وعمل نتائج كويسه. طيب دلوقتي انت القصه بقى اتقفلت ازاي هناك، او قعدت بقى كل ده مكمل المدرب؟ مكمل المدرب لغايه وقتنا هذا هناك. لا امال ايه، انا عرفت انت ليك تجربه هنا في نادي غزل المحله. انا موجود في نادي خوتنيك، نادي خوتنيك نادي درجه تانية اشتغلت فيه سنتين، كنت ماسك الدرجه الثانيه الفرقه الثانيه بتاعه الدرجه بتاعه النادي الفريق الاول، خدت بيهم مركز ثالث اول سنه، وتاني سنه وانا باخد الدراسه الاي نزلت الاكاديميه بتاعه نادي خوتنيك، ومسكت فرقتين هناك، مسكت فرقه البراعم تحت 12 سنه وتحت 10 سنين، لان انا كانت الدراسه بتاعتنا كانت صعبه جدا، دراستك عشان تاخد الاي هناك بتقعد سنه ونص دراسه. فبتحتاج وقت كتير جدا، وقت فراغ عشان تقدر تشتغل على الحاجات اللي احنا بناخدها في الدراسه. زائد اللغه كانت بتبقى في تقارير ولازم حاجات اسبوعيه بتقعد تبعتها، فكنت لازم ان انا افضي نفسي شويه من الشغل على اساس اقدر ان انا الدراسه بتاعتي انجح فيها. في الفتره ديت نادي غزل المحله اعلن اللي هو عايز يعمل عقد مشاركه مع نادي في اوروبا. بلغت النادي خوتنيك اللي فيه النادي غزل المحله، نادي دوري ممتاز، نادي عريق، نادي من الانديه القليله اللي حاصله على الدوري الممتاز في مصر، عايز يخوض تجربه زي ديت. كان في تخوف جدا من نادي خوتنيك اللي هم يخوضوا تجربه زي ديت، بس هم بيثقوا فيا وعارفين السي في بتاعي، واشتغلت معاهم سنتين وانا يعتبر مدرب من مدربين النادي. بعتنا الموديل جري بتاعنا والامكانيات اللي احنا ممكن نقدمها لنادي غزل المحله، وابتدينا الاول اشتغلنا مع مستر هشام توفيق معالي الوزير وزير الاعمال لانه هو صاحب الفكره. وفصل نادي غزل المحله عن شركه غزل المحله، نادي غزل المحله اول شركه كره قدم تطرح الاسهم بتاعتها في البورصه المصريه. الاسبوع دوت اتطرح بشكل رسمي، مستر مهندس علي العباسي طرح بشكل رسمي الاسهم في البورصه، وهتطرح للجمهور للاكتتاب العام اخر شهر 12 اللي احنا موجودين فيه. التنظيم الوضع القانوني ده يفرق معاكم في ايه؟ مش هيفرق معانا في حاجه، ده هو ينقل نادي غزل المحله في حته تانية خالص. دلوقتي احنا عملنا تطوير لنادي غزل المحله، الملاعب، بنيه تحتيه، هيبقى في فندق لنادي غزل المحله بيسيع 100 فرد، 50 فرد للدرجه الاولى، 50 فرد لقطاع الناشئين، في صاله لا بره جنب الاستاد، الاستاد هيبقى موجود لوحده، وفي قطاع البراعم، قطاع البراعم وقطاع الناشئين موجود لوحده. طب انا هنا عايز سؤال، انت كنادي، نادي اسمه معلش خوتنيك، خوتنيك خوتنيك كراكوف، انا هنا مستفيد ايه؟ نادي خوتنيك كراكوف مستفيد في عقد مادي بينه وبين نادي غزل المحله، احنا جايين هنا عشان نطبق النظام التدريبي المتبع في نادي خوتنيك بشكل علمي وبشكل اوروبي زي ما احنا شغالين عليه في نادي خوتني. ده في قطاع الناشئين بس؟ ده في قطاع الناشئين بس. من كام لكام؟ كام سنه لكام سنه؟ من بديه من تحت 2012 لغايه 2001. عندنا 10 فرق سنة. عندنا 10 فرق، 6 فرق في قطاع الناشئين و4 فرق في قطاع البراعم.
في كابتن أنجي باشكيفيتش هو المدير الأكاديمية، وأنا ماسك قطاع الناشئين، وكابتن أرتور زومباك هو اللي ماسك قطاع البراعي. قدام مقابل مادي هيتاخده من فريق من نادي غزل المحلة. في عقد بين نادي غزل المحلة ونادي خوتنك، لكن أنا كوليد أنديل أو كابتن أنجي باشكيفيتش أو كابتن أرتور إحنا ماضيين مع نادي خوتنك، ملناش أي صلة مع نادي غزل المحلة. كمستشارين كناس بتدير الموضوع. إحنا كابتن أنجي باشكيفيتش هو مدير الأكاديمية وأنا ماسك قطاع الناشئين، أنا المنسق العام لقطاع الناشئين، وكابتن أرتور هو المنسق العام لقطاع البراعي. معاكم مدربين مصريين؟ معانا 12 مدرب مصري. احنا اللي ماسكين القطاع كله، احنا اللي اخترنا، عملنا في الاول المهندس علي العباسي عمل منشور في 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 في, في الصحف الرسميه اللي هو عايزين بندور على مدربين مصريين بمواصفات معينه. عملنا اختبارات، جينا اللجنه الاولانيه جينا عملنا اختبارات للمدربين ديت، اخترناها بشكل علمي اكتر ما شكل حضرتك لعبت فين، لان عندنا مشكله في مصر مش كل واحد لعب كوره يقدر يبقى مدرب كويس، بالذات في السن دوت. واحنا الهدف من القطاع الناشئين اللي انت تعمل عمليه تعليميه علشان تنتج لاعب يقدر يلعب في الدوري الممتاز او يقدر يلعب في اوروبا. فاحنا اختيارنا للمدربين اللي كانوا موجودين ساعه الاختبارات كان بشكل مختلف تماما عن الفكر المصري. مش مهم حضرتك اسم حضرتك ايه كلاعب، المهم حضرتك امكانياتك ايه كمدرب تقدر تفيد الناشئ اللي حضرتك شغال عليه. بس هتيجي في سن معين محتاج واحد فني، يعني محتاج واحد عنده رؤيه فنيه، لعب كره، احساس بالمكان. ما هو يعني على سن مثلا 15 سنه احنا حاولنا ندمج بين الناحيه الفنيه والناحيه التعليميه، لان حضرتك لو بصيت للناحيه الفنيه بس الناحيه التعليميه هتقع منك، لو بصيت للناحيه العلميه بس الناحيه الفنيه هتقع منك، فاحنا حاولنا نعمل بين الكفتين بس. طب التجربه دي يعني طبعا تجربه يعتبر طويله الاجل مش قصيره الاجل. التجربه ديت المفروض 3 سنين لـ5 سنين تطلع يبان انتاجها مثلا اللي هو لا الانتاج بتاعها ان شاء الله هيبتدي يبان بعد 6 شهور شغل. ليه؟ عشان تطلع لعيب كوره مش اقل من 3-4 سنين اللي هو في سن حتى 15 سنة. نادي غزل المحله هقول لحضرتك على حاجه، احنا نادي غزل المحله مليان مواهب حضرتك ما تقدرش تتخيل المواهب الموجوده فيه. الحقيقه مصر فيها اصلا مواهب في كره القدم رهيب. غزل المحله كمان هي يعني هي نقطه تمركز في وجه بحري للغربيه كلها والدقهليه كمان، يعني في ناس من المنصوره ابتدت تيجي غزل المحله لما شافت احنا شغالين ازاي وشافت التطور اللي موجود في غزل المحله. كان في مشاكل كبيره جدا في قطاع الناشئين في غزل المحله، احنا لما جينا كان في 366 لاعب في غزل المحله، مشينا 166 لاعب وخلينا 240 لاعب فقط. 240 لاعب دولت هم صفوه اللعيبه اللي كانت موجوده، كان في ناس اصلا ما بتعرفش تلعب كوره، ناس ما ينفعش اللي هي اصلا تبقى يعني يتقال عليها اللي انت رياضي. كان في شويه خلل في القطاع، عملنا تطوير للقطاع بشكل كبير، النتائج اول 6 أسابيع كانت النتائج سيئه للغايه، دلوقتي النتائج ابتدت تتحسن بشكل كبير. الاسبوع اللي فات كنا بنلعب نادي الزمالك في 100 عقبه، الخمس فرق بتوع قطاع الناشئين اتعادلنا مع 3 فرق وثلاث فرق اتهزموا. عملنا في قطاع في 100 عقبه في نادي الزمالك عملنا نتائج كويسه جدا. ما حدش او التجربه دي ما كانش في كلام اتفتح مثلا من خلال الزمالك لما شافوا تجربه وفي اجانب في قطاع الناشئين؟ والله هو ابتدى هيكل تاني، ابتدى يجي لنا اتصالات من انديه تانية اللي هي عايزه تتعاقد معانا، ولكن احنا هم مش فاهمين احنا جايين هنا بنعمل ايه، ومش فاهمين صله التعاقد بين نادي خوتنك ونادي غزل المحله ايه الشكل. فلما بشرح لهم اللي احنا ناس عندنا عقد مع نادي خوتنك، واحنا جايين نتيجه نادي خوتنك مع عقد الشراكة بينه وبين نادي غزل المحلة، وبتواجد سيادة معالي الوزير هشام توفيق، فالناس بتبتدي تقول لا الناس دي مش جاية تهزر أو الناس دي مش جاية سبوبة، الناس دي جاية فعلا تشتغل وجاية تعمل فكر وجاية ليها هدف. زي ما حضرتك قلت الخطة دي 3 سنين لـ5 سنين. وانت بقى بتسافر وبترجع ولا بتبقى ايه؟ لا احنا مقيمين هنا لمدة سنة.
مقيمين هنا مدة سنة. بعد السنة؟ بعد السنة لا إما هيتم تجديد العقد لا إما هيتم الانتهاء من العقد. يعني تجديد يعني العقد سنة واحدة؟ العقد سنة، المفروض ممكن الإمكانية اللي تجدده قابل للتجديد ثلاث سنين. طب الناس بقى البولنديين أو بعد ما جم شافوا التجربة كده لو عدى منها شهر ثلاثة، إيه انطباعاتهم عن المواهب أصلاً في مصر؟ الانطباع الأول كان بالنسبة لنا أول شهر كان صعب جدا. اول شهر احنا اول لما اشتغلنا اول حاجه اشتغلنا عليها عملنا اختبارات بدنيه عشان نعرف احنا نبتدي مع الناس دي فتره اعداد ازاي. عملنا حاجه اسمها بيب تيست، البيب تيست دوت طلع لنا نتائج مخيبه للامل. بيب تيست بيتعمل على ست ليفلز، علشان انت تبقى لاعب محترف لازم تبقى موجود في ليفل معين. كل اللعيبه اللي عملنا ل 150 لاعب على لان البراعم ما اشتغلناش عليها في الناشئين، بس عملنا ل 150 لاعب واحد بس هو اللي دخل في الليفل اللي ممكن يتقال عليه محترفين، وكله كان تحت الليفل ده. هو البيب تيست ده يعني مش دول لعيبه كانوا بيلعبوا كوره من سنه مثلا اللي فاتت او من 3 4 شهور موجودين في الدوري؟ ما هي دي المشكله اللي كانت موجوده في قطاع الناشئين في نادي غزل المحله، اللعيبه ديت قعدت 4 شهور ما تتمرنش، زائد اللي ما كانش فيه بسبب الكورونا مثلا ولا لا؟ بسبب الكورونا وزائد بسبب المشاكل الماديه اللي كانت موجوده في قطاع الناشئين. طب ايه البيب تيست؟ البيب تيست دوت جهاز دوت برنامج بيتعمل للاعبين على 20 متر بشكل معين بشكل علمي مقنن، في صفاره بتبقى موجوده كل 3 دقائق بتزيد حمل السرعه بتاعه الصفاره، بتعمل بتقدر تقيس السعه الصدريه بتاعه اللاعب، ومن خلالها تقدر تحط البرنامج البدني اللي تقدر للاعب دوت تحط الاحمال بتاعته سواء تحمل عام او تحمل خاص. فنتيجه البرنامج دوت تقدر تشتغل بشكل علمي مع اللاعب عشان ما يتصابش منك وانت شغال فتره الاعداد. طب انطباعاتهم ايه بقى الناس بعد ما انطباعاتهم بعد لما شفنا البيب تيست دوت؟ احنا كنا قلنا احنا هنشتغل مع الناس دي ازاي، زائد لما جالنا معلومات اللي احنا هنبتدي، احنا بدانا يوم 10 9 اول تدريب، يوم 12 اول ماتش رسمي. فبعد اربع شهور راحه، بعد اربع شهور راحه هتخش دوري جمهوريه. 22 يوم تدريب. بعد 22 يوم، فاحنا كنا لسه بنحط خطه الاعداد، لقينا نفسنا بنغير الخطه، قلنا هنعمل الاعداد بتاعنا وسط الموسم، هناخد اول 6 مباريات اللي هي دي مباريات وديه. وبلغنا المدربين اللي ما حدش يهتم بالنتائج اول 6 اسابيع، 6 اسابيع دول بالنسبه لنا فتره تجريبيه وهي دي فتره الاعداد العام بتاعنا، وبعد 6 اسابيع النتائج بتاعتنا هتتحسن. ما حدش كان مؤمن بالكلام دوت، المدربين نفسهم اللي كانوا شغالين معانا كان عندهم شك في اللي احنا نعمل نتائج. اول 3 اسابيع النتائج بنشيل 4 وبنخسر 4 و5 وكانت الامور صعبه جدا، حصل علينا ضغط شويه في الميديا بسبب النتائج ديت، ومحدش كان شايف احنا شغالين ازاي. بعد 6 اسابيع الحمد لله النتائج في القطاع كلها اتغيرت، بقينا نروح وبنكسب بره الارض وجوه الارض كل القطاع. وشكل اللعيب نفسه اختلف، شكل اللعيب اختلف. وبعد لما كنا بنقول اللعيبه دي لا تصلح، بقينا بنقول اللعيبه ديت، في عندنا 6 لعيبه راحوا منتخب مصر تحت 21 سنه في 3 تجمعات، عندنا محمد غريب راح 3 مرات تجمع مع كابتن شوقي غريب، عندنا زياد راح تجمع مع كابتن شوقي غريب، عندنا ياسر حارس المرمى راح تجمع مع كابتن شوقي غريب، عندنا محمد ريتو راح المنتخب مع كابتن شوقي غريب، عندنا 6 لعيبه راحت المنتخب الاولمبي، عندنا 3 لعيبه او 4 لعيبه ممكن يروحوا منتخب 2003. عندنا دلوقتي اتكلمنا مع كابتن صابر عيد هو مدير الرياضي للنادي، اتكلمنا معاه اللي فيه 5-6 لعيبه ممكن يلعبوا دوري ممتاز بشكل طبيعي جدا. كابتن صابر عيد هو المشرف العام على الرياضه، كابتن صابر عيد كان ماسك السنه اللي فاتت، هو اخوه كابتن صابر هو اللي ماسك دلوقتي مدير الرياضي للنادي. يا ربنا يكرمكم الحقيقه، تجربه يعني والله كويسة. تجربه ما حصلتش في مصر قبل كده، لان دايما كان مصر لما كان بيجي حد اجنبي ما كانش بيشتغل، بيجي بيراقب على قطاع الناشئين ما بيشتغلش في الملعب.
احنا بنشتغل في الملعب مع كل مع كل الاعمار، بننزل نشتغل من الصبح من الساعه 8 لغايه الساعه 1 مع كل المدربين مع كل الاعمار، انا وكابتن انجي وكابتن ارتور. بنصحى الصبح الساعه 7:30 ننزل الملعب الساعه 8، الساعه 9 بنبدا التمرين بتاعنا، في فرقتين بيتمرنوا في نفس الوقت، بيبقى كابتن انجي في حته وانا موجود في حته وكابتن ارتور موجود في ملعب، الثلاث ملاعب دول شغالين، بعد كده بيخش ثلاث فرق بعديهم، وبعد كده ثلاث فرق بنبقى متواجدين مع كل فرق مع كل الاعمار، والحمد لله النتائج دلوقتي بتتحسن. ربنا يكرمكم ان شاء الله، تجربه يا رب تنجح. طب كنت عايز اخدك بقى سريعا كده وعشان وقتنا للاسف بيخلص، على نادي الزمالك، متابع بقى فريق الزمالك السنه دي ولا متابعه من السنه اللي فاتت؟ كنت بتتابعه وانت هناك؟ والله يا كابتن مش قوي، ما اقدرش اكذب على حضرتك، لان الشغل السنه اللي فاتت كنت بعمل الدراسات بتاعتي، فما كنتش عندي وقت كتير ان انا اضيعه واقدر اتفرج على 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 على, على اخبار سواء منتخب مصر او نادي الزمالك او نادي الاهلي، ولما جينا هنا الشغل بقى متضاعف. وما اقول لحضرتك، انا ما اقدرش اقول لحضرتك 3 4 لعيبه بيلعبوا في الزمالك. عرفت ان الزمالك خد الدوري السنه اللي فاتت؟ لا دي عارفها طبعا. عارفها يعني دي عارفها. لا طيب. دي عارفها كده. طب بشكرك طبعا، شكرا جزيلا لوليد انديل احد ابناء ربنا يخليك نادي الزمالك، وكل التوفيق يا رب في المرحله اللي جايه ليك. انا سعيد يا كابتن اللي كنت مع حضرتك، وحضرتك كابتن من كباتن نادي الزمالك، وده شرف ليا التواجد مع حضرتك. شكرا لك، ربنا يخليك. طيب. كده للاسف وقتنا انتهى، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره برنامجكم زملكاوي، تصبحوا على الف خير.